وأيضا من ضمن الإنجازات هي المشاركة في المنصات الرقمية. فمثلا عندنا منصة أريد نظام عليم، يعني الحمد لله يعني كان أنا لي الشرف في إنشاء هذا النظام داخل منصة أريد، وأنا كنت أول مشرف على هذا النظام، وقمنا بتقريبا أكثر من 300 محاضرة وندوة وورشة عمل وأسابيع علمية. بسم الله الرحمن الرحيم. معد أحمد خالد الحاكم من البصرة أبو الخصيب، دراسة في معهد الإسلامي في البصرة، ثم كلية الشريعة جامعة بغداد، تخرج 1985، ثم الدخول في كلية ضباط الاحتياط، والتخرج بنسبة ملازم أول ثم ملازم ثاني، ثم بعد ذلك في نهاية 91 خرجت من العراق، وثم جئت إلى ماليزيا في 92. في 92 وصلت إلى ماليزيا في نهاية 92، قدمت على الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. كان في ذاك الوقت كلية الجامعة الإسلامية في يعني في ماليزيا، الجامعة الإسلامية قسم معارف الوحي، كلية الشريعة هنا تسمى معارف الوحي. فمعارف الوحي كان في أغلب الدروس باللغة الإنجليزية، ولا يسمح للشخص يدرس في البرنامج إلا وهو يعرف اللغة الإنجليزية. أنا لأني خريج معهد إسلامي، في أيامي كان المعهد الإسلامي المناهج خالية من الرياضيات وخالية من الإنجليزي، فأنا في العراق ما درس لا إنجليزي ولا رياضيات. فبعد ذلك ما استطعت أن ألتحق ببرنامج كلية الشريعة، فغيرت إلى في تخصص في التربية عندنا اسمه تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. هذا البرنامج يتطلب اللغة الإنجليزية كتخرج، ولكن المواد كلها باللغة العربية. فكان عندي من سنتين إلى ثلاثة أتعلم اللغة الإنجليزية وأنا أدرس الماجستير، وهذا الذي حدث. فدرست البرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، تخصصت في تصميم المناهج، رسالة الماجستير كانت في تصميم المناهج. ثم بعد التخرج طبعا أنهيت اللغة الإنجليزية الحمد لله، فالتحقت ببرنامج كلية الشريعة مرة أخرى، وأخذت الماجستير في الدراسات الإسلامية. ولكن كل العمل يعني بعد التخرج مباشرة حصلت على عمل في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. ومنذ عام 1996 إلى الآن أنا أعمل في الجامعة في هذا التخصص. فيعني يمكن أن تقول أنا خبير في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. هي طبعا كانت المناهج، لانه يعني في العراق المناهج في العراق تختلف عن المناهج خارج العراق، طريقة تدريس، تصميم المناهج، تصميم البرنامج التعليمي تختلف تماما. يعني على سبيل المثال مثلا احنا كان المعاهد الإسلامية اللغة الإنجليزية تكاد تكون ما كانت موجودة. يعني انا كنت في السادس، هي البكالوريا او ما تسمى الثانوية العامة تسمى البكالوريا، احنا بالعراق تسمى سادس اعدادي. يعني فلما أنا كنت في السادس إعدادي، المرحلة الأخيرة في الدراسة قبل الجامعية، ما كان عندنا إنجليزي، ما درست إنجليزي أبداً ولا رياضيات، ما أعرف شيء اسمه إنجليزي وما أعرف شيء اسمه رياضيات. لما كنا في السادس غيروا المناهج فأدخلوا الإنجليزي، ولأن إحنا ما درسنا إنجليزي سابقاً فقالوا خلاص هذا ضحايا، فأعطونا في الامتحان النهائي كلنا 50 بدون لأن يعني كيف يدرسونا، إحنا أصلاً ما درسنا سابقاً، يعني ما نعرف ABC يعني. وايضا رياضيات، يعني هذه من الاشياء المهمه، ما في واحد في العالم يدرس اي برنامج ما يعرف رياضيات، يعني هذه قضايا، هذه علوم اساسيه لكل التخصصات. لكن الان الحمد لله الان تغيرت يعني المناهج بعدنا تغيرت يعني، لكن نحن في ايامي كانت هذا هو التحدي الاكبر. يعني اضافه الى ان نحن مثلا عندنا في العراق هو نظام السنين، وهذا النظام انا ارى نظام يعني ليس مناسب للدراسه، يعني ما يساعد على الانجاز. أعطيك مثلا من الأمثلة، هنا في ماليزيا أنت ممكن تنهي الجامعة بثلاث سنوات، لأنه هو تجمع ساعات، فكل ما جمع ساعات أكثر عندك قدرة أن تدرس، مثلا بدل ما تدرس 16 ساعة في السمستر
ممكن تدرس 24 ساعة في السمستر، تتخرج مبكرا. وعندنا الطلبة المجتهدين جدا، يعني أنا أعرف طالب تخرج بسنتين ونص أخذ بكالوريوس. وعندنا كثير من الطلبة ماذا يفعلون؟ يبقى 4 سنوات لكن يأخذ تخصصين، يدرس تخصصين، يجمع يعني مواد من هذا التخصص ومواد من التخصص الآخر ويتخرج وعنده بكالوريوسين. فالقصد أنه النظام هذا السنوي، أنه تبقى سنة كاملة جالس تدرس مواد ثم بعد 4 سنوات يعطوك بكالوريوس، هذا ما يساعد على الإبداع، ما يساعد على التحدي، ما يساعد على التفريق بين الطالب المجتهد والطالب غير المجتهد، لأن الكل ستبقى 4 سنوات. يعني هذه النقطة يعني. فهذه من التحديات اللي واجهناها لما جينا من نظام يعتمد نظام السنين إلى نظام يعتمد الساعات، فكان بالنسبة لنا جديد جدا، ويعني فلاقينا فيه صعوبة يعني. من التحديات الحداثة. ما معنى الحداثة؟ نحن في العراق مناهج التدريس، طرق تدريس مثلا، تصميم المناهج، التقويم والاختبارات، طريقة تعامل الأستاذ مع الطلبة، كلها مبنية على الأساليب أو الثقافة التعليمية للحرب العالمية الثانية. لأنه ما بعد الحرب العالمية الثانية التعليم تغير تماما تماما، يعني صار في تغير جذري، خصوصا بعد ما جاء بلوم، واللي جاء بهذه يعني التصنيف بلوم، ما يسمى تصنيف بلوم. فتصنيف بلوم غير الفكر التربوي، وبناء على ما فعله بلوم جاءت نظريات كثيرة ودراسات كثيرة، وبدأ الانفجار إلى أن جاء في الثمانينات غاردنر وعمل عمليات الذكاء، هذا نظرية الذكاءات المتعددة. فالتعليم انفجر انفجار غير طبيعي، ثم الدراسات النفسية والدراسات التربوية، ومع تطور العلوم، مع دخول الحوسبة، مع دخول فالشيء تغير. يعني الآن ما حيتكلم عن طرق تدريس، الآن العالم كله يتكلم عن استراتيجيات تدريس، ونحن لازلنا في العراق لازال يقول لك الطريقة الكلية والطريقة الجزئية. يعني تصور تتكلم الآن عن 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 الناس يتكلمون عن استراتيجيات التعليم، وناس لازالوا عايشين بالطريقة الكلية والطريقة الجزئية. فهذا تحدي، إنه أنت في شيء اسمه الحداثة في التعليم. التعليم تغير جذري. مثلا تصميم المناهج، أنت كيف تصمم منهج؟ الآن نظريات تصميم المناهج صارت يعني قوية ومبدعة وتقنية وفنية جدا. احنا لازلنا في العراق، يعني انا ما ذهبت زيارة الى احدى الجامعات في العراق في عام 2010 او 2011، مأساة حقيقة. يعني انت تتكلم مع اساتذة، رئيس قسم، عميد كلية، رئيس جامعة، ما يعرفون ما هي مناهج تصميم، ما هي يعني نظريات تصميم المناهج الحديثة، ما يعرفون ايش تصنيف العلم، ما يعرفون ايش تصنيف المادة العلمية، ما يعرفون ايش المستويات. يعني مثلا اعطيك مثال، انا الان ادرس النحو، ادرس مادة النحو يعني باعتبار هذا تخصصنا يعني. فانت لما تقول ماذا تدرس؟ يقول لك ندرس نحو. جميل، درس نحو. درس النحو على اي مستوى؟ يقول لك يعني ايش اي مستوى؟ هذه كارثة. كارثة لما تكلم مع استاذ هو ما يعرف ان النحو فيه مستويات. ويعني دعنا حتى نوضح المسألة، نعطي مثال حتى يعني المشاهد يعني يفهم. يعني مثلا انا الان اعطيك جملة اسمية. الجملة الاسمية تقول مبتدأ وخبر. تقول زيد مثلا نائم مثلا، فزيد مبتدا نائم خبر، هذه جملة اسمية بسيطة، هذا يسموه المستوى المبتدئ. لكن الجملة هذه الاسمية تستطيع ان تذهب الى مستوى اعلى. ما هو المستوى الاعلى؟ المبتدا لا يكون اسما، يكون مثلا مصدر مؤول، هذه قضية اخرى، هذه مستوى اخر. هذه مثلا وان تصوموا خيرا لكم، فان تصوموا يقول لك اي المبتدا خير خبر، أين المبتدأ؟ يقول لك أن تصوم، وهذه كلها جملة مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ، هذا مستوى آخر. طيب نحن عندنا نوع آخر من المبتدأ، الذي هو المبتدأ الذي يقولون يكتفي بمرفوعه، قضية يعني أنت لا تتكلم. طيب هل تدريس مبتدأ وخبر فقط مثل تدريس يكتفي بمرفوعه؟ يقول لك تختلف. ليه؟ لأن هذه تحتاج إلى فهم فلسفة معينة، إنما الجملة الاسمية مبتدأ وخبر هذه ما تحتاج إلى فلسفة، معلومة يعرف وتنتهي المسألة. فكرة المصدر المؤول يعني هذه فلسفة في النحو، اسمها المصدر المؤول، هذا مستوى أعلى. لذلك أنت لما تأتي تقول درس الطالب، درس الطالب بأي مستوى؟
فهذه فيسمى تصنيف العلم. يعني أنت في المادة الواحدة وفي العلم الواحد يصنفون المعلومات الموجودة في العلم، معلومات يجب أن تعرف. طيب معلومات يقول لك يعني تقدم كمرحلة ثانية لأنها تبنى على أساس، وعندك معلومات يقول لك هذه ما يعرفها إلا المتخصصين. فهذه ما تدرسها إلا في الماجستير والدكتوراه مثلا، لكن البكالوريوس ما تحتاج تشغل الطالب فيها. كذلك لما أنت مثلا تدرس الطالب، مثلا على سبيل المثال أنت تذهب إلى كردستان العراق، هل الطالب في كردستان العراق يحتاج يدرس النحو مثل الطالب في العربي في العراق؟ مختلفة القضية، مختلفة تماما يعني، رأيت كيف؟ فهذه يعني هذه القضية كلها في تصميم المناهج، هذا الفكر غير موجود هناك، والناس ما يأخذونه في الاعتبار. تذهب إلى كل الجامعات يدرسون هذه المادة نحو، انتهت المسألة. طب تأتي مثلا تقول أنت كيف تقوم بالاختبارات؟ قضية الاختبارات قضية يعني هذه الآن علم، يعني العالم يقول لك امتحان نهائي 5 أسئلة أجب على 4، هذه قضية الآن في علم التربية تسمى تخلف. يعني الذي يأتي بالامتحان النهائي يقول لك 5 أسئلة أجب 4، هذا تخلف. ليه؟ لأنه هو ماذا يقول لك؟ يعني ما هو هذا الأسسمنت أو الاختبارات؟ يقول لك أنت قياس ما تم تعليمه. أنت لما تنطي 4 أسئلة 5 أسئلة أجب على 4، أنت اختبرت ماذا؟ اختبرت 4. كم موضوع عندك؟ مثل على سبيل المثال كم موضوع عندك؟ أنا عندي مثلا 15 موضوع. طب أنت قمت بقياس 4 موضوعات فقط، ماذا عن 9 الآخرين يعني؟ لم يتم قياسه صحيح. وايضا في كل موضوع، يعني هو ليس فقط هذا، يعني عمليه التقويم اكبر من هذا، لانه انت في داخل الموضوع. يعني احنا لما نقوم بتصميم المنهج نقسم المنهج الى شيء يسمى علم ويسمى مهاره. فانت عندك العلم وعندك مهاره العلم. فانت لما تدرس، طيب انا اختبرت العلم، دخلت امتحان نهائي، هذا الامتحان النهائي يقيس لك العلم المعلومات، لكن ماذا عن المهارات؟ كل علم مهما كان هذا العلم، حتى لو قلت نحو، لو قلت صرف، لو قلت بلاغة، لو قلت أي مادة، لابد فيها من مهارات. طيب ما هي مهارات هذا العلم؟ وكيف تقيس، تقوم بقياس هذه المهارات؟ هذه أيضا قضية تحتاج أن تدرج في قضية تقويم الاختبارات. هذه القضايا كلها لما ذهبت للعراق أكثر من مكان ما وجدتها، يعني غير موجودة. لما إلى الآن أنا عندي تواصل مع الإخوة، يعني عندي تواصل مع بعض الإخوة هناك الأساتذة من جامعات مختلفة من العراق. لما نقول مثلا اعطيني الماده اللي عندك حتى نستطيع، ما عندهم شيء، عنده ورقه فيها اسماء المواد، يقول لك هذا المنهج مالنا، هذا المنهج، واو. كارثة طبعا. فالتحديات اللي احنا شفناها، يعني شفتها، انا جيت من دوله ما تعتني بهذه الامور الى دوله هذه الامور فيها مفصله. لذلك اول ما بدانا العمل كنا نحتاج الى دورات كثيره، فانا اخذت دورات كثيره واخذت برامج واخذت ودخلت دورات على نفقتي الخاصه وقرأنا كتب، قضية يعني طويلة حتى تستطيع أن تواكب المجتمع الموجود يعني. نعم. طبعا تأليف بعض مجموعة من الكتب بالتخصص، يعني أستاذ زائر لأكثر من مكان، خصوصا مثلا في سريلانكا، 3 مؤسسات في سريلانكا، في العراق زيارة إلى مؤسستين، أندونيسيا أيضا، إضافة إلى طبعا يعني باعتبار أنه الناس ينظرون إلي باعتباري خبير في تعليم اللغة العربية للناطقين، فيأتون إخوة مثلا من تايلاند، من بورما، من دول مختلفة، يعني نساعدهم في تطوير مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. إضافة إلى تعاون يعني مثلا مع وزارات بعض الأحيان في الدول العربية، مثلا تعاوننا مرة مع وزارة الأوقاف القطرية مثلا، وهكذا يعني القضايا كلها في تطوير المناهج، يعني كلها في قضايا تطوير المناهج، يعني هذا المجال الأوسع. لكن طبعا عندنا مجال أخرى، مجال آخر الذي هو مجال علم النفس التربوي. فعملنا دورات كثيرة، محاضرات كثيرة، وحتى موجود منها كثير على يوتيوب. عملنا مع الأكاديميات، أكاديمية فيلسبي وغيرها، وأيضا مع المنصة، منصة أريد، عملنا دورات كثيرة. فهذه كانت يعني لها المردود الأكبر، في كثير من الناس تأثرت فيها. لماذا؟ لأنها تفتح آفاقك على مجال تعليم العلوم. هي المسألة ليس فقط مسألة أنت عندك علم، لكن نقل العلم. وهذه واحدة من القضايا ممكن التي تحتاج إلى تثقيف. يعني مثلا أعطيك مثال، أنا ذهبت إلى جامعة من الجامعات
فعلى كل جالسين في أول اجتماع معهم، فكنا نتكلم عن يعني هذه القضية. فواحد منهم ماذا قال؟ نحن عندنا قضية أساسية يعني فقط حتى يفهم يعني يفهم السامع ماذا أقول. نحن عندنا لما تقول مؤسسة تعليمية الفردية تنتهي، يعني لا يوجد شيء اسمه فردي داخل المؤسسة. الأفراد داخل المؤسسة هم أعضاء في الجسد الكلي. فهذا ماذا يبنى عليه؟ مثلا يأتي دكتور سيف يدرس مادة معينة، فنحن لأننا مؤسسة فيجب أنه دكتور سيف يتفق معنا أولا، يقول أنا عندما أدرس هذه المادة أنا سأقوم بواحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا ما سأقوم به. ونحن كمؤسسة يجب أن ندرس ما طرحه دكتور سيف ونرى هل هو مناسب أو غير مناسب، هل هو علمي غير علمي، ثم إذا اتفقنا عليه يذهب بعد ذلك دكتور سيف يقوم بتنفيذ ما اتفقنا عليه. فهي القضية قضية يجب أن تكون يعني عمل مؤسسي بإشراف المؤسسة. فنحن كنا نتكلم في هذا النطاق أنه الأستاذ لا يمكن أن يذهب إلى الفصل ويقوم بتقديم شيء لم يقم بالجامعة والمؤسسة لم تشرف عليه. فأحد الأساتذة ماذا قال؟ قال يعني أنا بروفيسور ما تثقون بي أدخل أدرس الطلاب؟ يعني أنت انظر هذا الفكر، هو ينظر لها من هذا الباب، يعني أنا بروفيسور يعني أنتم تشرفون علي، يعني من يشرف علي أنا دكتور؟ بعدين أنا بروفيسور ما عندكم ثقة أدرس الطلاب؟ فأنا قلت له يعني هذه قضية أخرى، يعني أنت بروفيسور معناها أنت متمكن من هذا العلم، هذه لا شك فيها، فنحن لا نشكك في مقدرتك العلمية، لكن نحن الآن نتكلم عن طريقة نقل علمك للطلاب. هل هذا طريقة العلم نقلك للطلاب تناسب مؤسستنا أو ما تناسب؟ لأنه أنت قد تكون لك طريقة تعلمتها في جامعة أو مؤسسة أخرى وبالتالي تناسب الجامعة أو المؤسسة الأخرى، لكنها قد لا تناسبنا لأن نحن مؤسسة أخرى. وبالتالي فأنت قبل ما تذهب إلى الفصل نحن نعرف أنك متمكن علميا، لكن حتى تنقل هذا العلم لطلابنا نحتاج أن نتفق معك أولا. فهذه القضية ما لها علاقة بالثقة وغير الثقة والمقدرة العلمية، هذه قضية أخرى يعني. فتصور نحن في العالم العربي، تذكر أثناء أظن أثناء أيام الكوفيد 19 لما كنا نعمل محاضرات في نظام عليم كنا نواجه هذه المسألة كثيرا يعني. فكنا عندما نطلب من أستاذ يأتي يقدم لنا محاضرة في نظام أريد ماذا يفعل؟ نقول له فقط أعطينا مظاهرة المحاضرة حتى فقط ننظر فيها، يقول كيش ما تثقون فيها من؟ فكثير منهم كان يعني يغضب لأننا نطلب منه المحاضرة قبل تقديمها. فهذه قضية يعني موجودة في العقل التربوي العربي تحتاج إلى تغيير. فنحن يعني هذه واحدة من الإنجازات اللي أنا أفتخر فيها، أني عملت مجموعات كبيرة من المحاضرات ومن الدورات لتطوير الفكر التربوي عند المجتمع العربي. أيضا من الإنجازات اللي أنا يعني أفتخر فيها أني أنا عضو في ما يسمى في عندنا الآيزو الذي هو الآيسو، هنا يسمى ISO، في أظن في الدول العربية يسمى ISO صحيح؟ ISO نعم، الذي هو الـ International Standard of Organization. أنا من أول ما بدأ تقديمه في الجامعة أنا فيه تقريبا 20 سنة أنا في هذا البرنامج، ويعني أنا يعني أكاد أزعم لا أقول أني خبير جدا لكن على الأقل أنا خبير في هذا النظام، لأن خلال 20 سنة الماضية أنا عضو في هذا النظام ونقوم بتطويره وفي داخل المؤسسة اللي أنا أعمل فيها، فأنا أعرف كل مفرداته يعني. فهذه واحدة أيضا من القضايا اللي يعني أنا صار في عندي إنجاز أني ساعدت كثير من الناس في فهم نظام الآيزو، لأنه مع الأسف كثير من المؤسسات الأكاديمية العربية يخافون من هذا النظام، يظنون أنه صعب، وهو حقيقة نظام ليس صعب، هو نظام جميل ولطيف وبسيط، لكن فقط هو فيه مفردات كثيرة. أنت فقط تعرف فلسفة النظام وتعرف ما هذه المفردات بعد ذلك يكون من السهل يعني تطبيقه وإنجازه فأنا الحمد لله يعني عندي في هذا المجال يعني قمت يعني بتطوير أو بمساعدة كثير من الناس على فهم هذا النظام، ولعله في قريبا مشروع مع بعض المؤسسات في العراق إن شاء الله. قبل فترة يعني صار تواصل من أجل يعني مساعدة بعض المؤسسات في العراق في هذا النظام يعني. أنا عندي منشورة 9 بحوث وعندي الكتب هي كلها كتب تعليمية تخص المؤسسة اللي أنا فيها اللي هي 7 كتب الآن.
للمواد التي نقوم بتدريسها في التخصص الذي أنا أدرس فيه. ولكن نشرت أبحاث في مجلات من يعني 9 بحوث منشورة عندي سابقا. فأول بحث نشرته كان 1997، وأيضا كان عن التفكير. كان هذا سبحان الله قبل أن أدخل في مهارات التفكير، يعني الذي هو كان أهمية فهم المصطلحات الإسلامية، وأخذت مصطلح الفكر كنموذج، لأن يعني هذه أيضا واحدة من القضايا التي عندنا فيها مشكلة، هي مشكلة المصطلحات، لأن نحن نظن أننا نتكلم لغة واحدة وهذا غير صحيح. يعني الآن نحن في الدول العربية نظن أننا نتكلم لغة واحدة وهذا غير صحيح حقيقة. نحن لا نتكلم لغة واحدة، حتى الذين يعني يتكلمون اللغة العربية الفصحى، لكن هذه اللغة العربية الفصحى نحن ما عملنا لها توحيد للمصطلحات. لذلك أشاهد كثير من البرامج في التلفزيون، في البرامج الحوارية، المتحاوران يتشاجران وهم فقط لو اتفقا على المصطلح ما يحدث بينهم أشجار. لأنت تقول المصطلح، أنت تفهم من المصطلح شيء وأنا أفهم من المصطلح شيء آخر، فأنا أتكلم بناء على فهمي وأنت تتكلم بناء على فهمك، فلو وحدنا الفهم ما تحدث مشكلة. فأنا في وقتها أخذت مصطلح الفكر كنموذج. فأعطيك مثال، لما تذهب إلى القواميس وكتب التفكير، فما هو التفكير؟ يعني ما هو تعريف الفكر؟ تعريف الفكر هو جمع معلومتين للوصول إلى معلومة جديدة. فالفكر أو التفكير هو عملية ماذا؟ إجراء أو تحديث المعلومات داخل العقل. هذه عملية الفكر والتفكير. الذي حدث عندنا ماذا؟ نحن أخذنا هذا المصطلح من هذا المعنى إلى معاني أخرى، فصرنا نعطي هذا المصطلح للمنتج نفسه. يعني مثال، أنت مثلا عندك نظرية فنقول فكر سيف. فلو نرجع فكر سيف يعني الطريقة التي يفكر فيها سيف، ولكن عندما نقول فكر سيف نحن ماذا نتكلم؟ يعني المنتج الذي وصل إليه سيف بعد التفكير. وهناك فرق بين طريقة التفكير وبين المنتج الذي وصلت إليه بعد التفكير، رأيت كيف؟ فلذلك أنا عندما أقول لك فكرك ماذا أقصد فيه؟ هل أقصد طريقة تفكيرك أو أقصد المنتج الذي وصلت إليه بعد التفكير؟ قضيتان مختلفتان، صحيح؟ لذلك يعني هذه مسألة. لذلك مثلا على سبيل المثال، هذا مقولة مشهورة جدا لابن عباس، فعندما يقول له يعني سألوه عن 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 معاوية وبعض التي يقوم فيها، وعن مثلا فماذا قال؟ قالوا هل هذا كفر؟ قال ليس كما تظنون، هو كفر دون كفر. فانظر فهم المصطلح، لماذا؟ لأن هناك أعمال هي أعمال كفر لكنها لا تجعل صاحبها كافر خارج من الملة، رأيت كيف؟ يعني رأيت. فهناك يعني هذا، لذلك يجب أن نفهم يعني نوضح المصطلح. فلذلك يعني هذا فهم المصطلح، وإلا تكون اللغة التي نتكلمها ليس واحدة. وهذا ما يحدث، مثلا يأتيك واحد من المغرب العربي، من المغرب، من تونس، من الجزائر، هم يعطون المصطلحات معاني معينة، ونحن في الشرق نعطي المصطلحات معاني أخرى. فلذلك عندما نتكلم معهم قد لا نفهم بعضنا البعض بسبب ماذا؟ اختلافنا في فهم المصطلح، رأيت كيف؟ نعم. وأيضا من ضمن الإنجازات هي المشاركة في المنصات الرقمية. فمثلا عندنا منصة أريد، نظام عليم، يعني الحمد لله يعني كان لي الشرف في إنشاء هذا النظام داخل منصة أريد، وأنا كنت أول مشرف على هذا النظام، وقمنا بتقريبا أكثر من 300 محاضرة وندوة وورشة عمل وأسابيع علمية، خصوصا أثناء الأزمة، وكان المستفيدين منها يعني حقيقة آلاف الناس. يعني مثلا عندما عملنا على أسبوع المخطوطات كان الحضور أكثر من 1000، عندما حضرنا أسبوع التعليم كان الحضور أكثر من 1000. ف يعني هذا واحد من الإنجازات الحمد لله. ثم أيضا في أبصر، منصة أبصر، في منصة فيليسبي، يعني شاركنا في إنشائها وفي تطويرها وفي تقديم المحاضرات فيها. حقيقة
من تأثرت به؟ دعني أعطيك مقدمة بسيطة. أنا جيت من العراق، ولتعرف العراق هو عندنا الفكر التقليدي، فكر جميل لطيف ومبدع والأصول والثوابت موجودة فيه، ولكن كان عندنا منهج خاطئ في تقديم المنهج الأصولي أو المنهج الأصولي أو التقليدي، كان في خلل كبير. ما هو الخلل؟ كان يدرس لنا هذا المنهج بعيدا عن العلوم الأخرى التي لا بد منها. فأعطيك مثلا مثال، أنت لا يمكن أن تدرس لغة أو تدرس علم من العلوم من غير ما تدرس ثقافة هذا العلم، المؤثرات على هذا العلم، التواصل الذي يصاحب هذا العلم. يعني دعنا نقول على سبيل المثال، أنا الآن إمام مسجد، أنا دخلت كلية الشريعة وتخرجت إمام مسجد. طيب أنا لما كنت إمام مسجد وذهبت أعمل كإمام مسجد، ما هو المطلوب مني العمل؟ هل المطلوب مني العمل فقط أني أقرأ قرآن؟ هل المطلوب مني فقط أنه أعلم الناس أحكام الإسلام؟ أو أنا يطلب مني أشياء كثيرة أخرى؟ مثال، أنا أعلم الناس، فأنا عندما أعلم الناس هل تعلمتني طرق التدريس؟ هل علمتني التعليم؟ طيب التعليم يصاحبه ما يسمى علم النفس التربوي، هل علمتني أصول علم النفس التربوي؟ هل أنا عندما أدرس كلية الشريعة درستني هذه الأشياء؟ لا. طيب أنا عندما أكون إمام مسجد أنا مضطر للتعامل مع المجتمع، لأنه عندنا إمام المسجد يأتون إليه للصلح، يأتون إليه إذا زوج وزوج تتشاجروا، يأتون إليه إذا اثنين تقاتلوا واحد قتل الثاني. فإمام المسجد يحشر شاء أم أبا في كل هذه الأمور، هي جزء من عملك إمام مسجد. أنت ما درستني هذه الأمور، ما درستني، ما علمتني كيف أتعامل مع هذه الأمور، وبالتالي أنا أخرج، أنت حملتني بالعلم الأصولي، حملتني بالعلم التقليدي، لكن العلوم المساعدة التي أحتاجها مع هذا العلم أنت ما علمتني إياها. لذلك هذا خلل كبير عندنا في المناهج هنا. لذلك لما جيت إلى ماليزيا في البداية واجهتني مشاكل كثيرة جدا جدا، لأنه ما تعرف كيف تتعامل مع هذه الأمور، والناس هنا تعلموها، فصار يعني تشعر نفسك هل نحن نتكلم عن دينين مختلفين أو كيف. لكن بعد ذلك طبعا الأمور تغيرت وبدأت الصورة تتضح أكثر فأكثر. لذلك لما دخلت أدرس علم التربية هنا صار عندي انقلاب. لماذا؟ لأنه عندما بدأت أدرس مادة التقويم والاختبارات وكيف تقيم وكيف تقوم بعملية التقويم، رأيت أن عندنا مجموعة كبيرة من العلوم نحن لا نعرفها، وما علمت لنا وما قدمت لنا، فهذا خلق عندي فضول وشغف لتعلم هذه العلوم، فأدمنت على قراءة هذه العلوم التربوية، ودخلت في علم النفس التربوي، وبعدين دخلت دورات في البرمجة وأخذت شهادة في البرمجة اللغة العصبية، وبعدين لما اكتشفت أن البرمجة اللغة العصبية يعني غير قانونية ذهبت إلى علم النفس التربوي ودرست، فصار عندي شغف في هذا المجال، ولذلك أنا الآن أقدم هذه الدورات وعوض النقص الموجود عندنا هنا في هذه المجالات. وأكثر كتاب حقيقة أثر بي وحقيقة يعني تعلمت منه أشياء كثيرة جدا 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 هو كتاب Frame of Mind لغاردنر، الذي يتكلم فيه عن الذكاءات المتعددة. هذا الكتاب حقيقة رائع جدا، ويعطيك صورة واضحة عن ماهية الإنسان. ليس ما هي الإنسان، لا أتكلم عن الناحية العقدية ولا أتكلم، لأنه هذا الكتاب ما له علاقة في العقائد، في قضايا العقائد والدين، وما له علاقة في هذا الأمر. يعني هو يتكلم عن 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 أنت كإنسان من الداخل عقلك كيف يعمل. يعني هذا عقلك من الداخل كيف يعمل، فيقول لك هو فريم، هذا فريم يعني الإطار، يعني إطار العقل. يعني فهو يتكلم عن هذا الإطار، يعني فعقلك يقول لك ما هي حدود عقلك، فيعطيك صورة. يعني أنا بالنسبة لي تأثر فيه كثيرا جدا، وذلك أنا عندي واحدة من الدورات التي أقدمها دائما هي الذكاءات المتعددة، الهيمنة الدماغية. وأيضا
الذي يعني غير طريقة تفكيري حتى في الدين، حتى عندما أنظر إلى النصوص الشرعية باعتباري متخصص في العلوم الشرعية، مسألة القيم، وقرأت فيها مجموعة كبيرة من الكتب. ونتيجة هذه القراءات في مسألة القيم أنا قمت بتصميم دورة أظن قدمناها من خلال المنصة أكثر من مرة، وقدمناها في أكاديمية فيليس باي أكثر من مرة، وموجودة أيضا على اليوتيوب، يعني عندي فيها تقريبا 20 مقطع أو شيء من هذا القبيل. يعني اللي هي دورة 3 أيام يعني نقدمها في مسألة القيم. هذه الحقيقة غيرت نظرتي لكل شيء، لأنه حتى النصوص الشرعية نحن يعني فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحن لا نلتزم به اليوم. يعني الطريقة التي الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بها الدين إلى المجتمع، الطريقة التي تعامل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المفردات اليومية للمجتمع من أجل تغييرها لما يناسب الإسلام، نحن لا نلتزم بها اليوم. يعني مثلا أعطيك مثال، عندنا مثلا واحدة من مسائل القيم الآن، دعنا نأخذ الحجاب كمثال، يعني مثال، هذا مثال. نحن عندنا المرأة تلبس الحجاب، صحيح؟ عندنا كثير من نسائنا هناك تلبس الحجاب، وحجابها غير شرعي، هو حجاب لكن غير شرعي، لكن هي تؤمن أنه هذا حجاب. فلما تأتي تقول أنت ماذا تلبسين، تقول لك حجاب. لما تأخذ هذا المفهوم من الحجاب تأخذه على الشرع تجده غير متطابق. طيب هي من أين جاءت بهذه الفكرة؟ أنا عندما قرأت هذا يعني مفهوم القيم وكيف تتشكل القيم وكذا، وجدت شيء يعني ممكن أشرحه على عجالة، أنه القيمة هي عبارة عن خليط أو خلطة من العادات والتقاليد، الموروث الديني، والحاجات الإنسانية. هذه الثلاثة تجتمع سوية وتخرج منها القيمة التي أنت تؤمن بها. فهذه المرأة، لماذا أقول لك؟ لأنظر هذه المرأة، هذه المرأة لأن هي ورثت أنه المرأة لازم تلبس حجاب، هذا موروث ديني، فهي تلبس حجاب تغطي شعرها وتغطي جسمها كاملا، فهذا الموروث الديني. لكن خلطت معه ماذا؟ خلطت معه العادات والتقاليد، اللي إيش؟ الجيران كيف يلبسون، جدتها، أمها، الناس كيف يلبسون، هذا الموروث الشعبي. وأيضا الحاجة الإنسانية، لأن هي مثلا تربت وصارت عندها حاجة أنها تريد تظهر نفسها وتظهر أنها جميلة، هذه حاجة إنسانية، فلذلك صارت تلبس الحجاب من باب الديني، تغطي كل جسمها وتغطي شعرها، هذا الجزء الذي أخذته من الدين، وخلطت مع الألوان والأشكال والتصميمات، هذا أخذته من الموروث الشعبي، وجعلت تضيق وكذا يعني يحصر جسمها ويبرز مفاتنها، هذه الحاجة الشخصية. فصارت قيمة الحجاب عندها هي خليط عن هذه الأشياء الثلاثة، وهذا في كل القيم. يعني مثلا نأتي إلى مثلا عندك مثلا الكرم. الكرم نحن أنت كمسلم يجب أن تكون كريم، لأن الإسلام يحض على الكرم، فأنت هذا الموروث الديني اللي أخذته، أنت كمسلم تكون كريم. لكن عندك الموروث الشعبي، أنت آبائك وأجدادك ومنطقتك كيف ينظروا إلى الكرم. فعندنا بعض المناطق مثلا عندما يأتيهم ضيف يطبخون للطعام، بعد ما ينتهي يرمون الطعام، ما يعطوا للناس أو الفقراء أو يقول لك ليه؟ لأن في عاداتهم يقول لك ضيفنا ما أحد غيره يذوق طعامه، موروث شعبي، موروث شعبي. فأخذ الكرم، أخذ جزء من الدين، أخذ جزء من الموروث الشعبي، وأخذ بعدين هو من الحاجة الإنسانية. بعض الأحيان ماذا، لأنه مثلا شيخ قبيلة أو هو مثلا يريد مثلا يدخل في الانتخابات وكذا، فحتى حاجته الشخصية، فيظهر كرمه بأن يقوم بالكرم بطريقة معينة، فيذبح مثلا الذبائح وغيرها. فهذه الكرم هو عبارة عن، فأنت لذلك لما أقول ما هي صفة الكرم عند سيف وما هي صفة الكرم عند معاذ، مختلفة تماما. لماذا مختلفة تماما؟ لأن الموروث الديني الذي أخذته أنت قد يختلف عن الموروث الديني اللي أخذته أنا، والموروث الشعبي الذي عندك قد يختلف عن الموروث الشعبي اللي عندي، والحاجة الإنسانية اللي عندك قد تختلف عن الحاجة. فلذلك قيمة الكرم تشكلت عندك بطريقة وتشكلت عندي بطريقة أخرى. طيب الآن نحن ماذا نريد؟ نريد أن نعيد القيم إلى الأصل الذي هو الإسلام. إذن يجب أن عندنا يعني الأصل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي فعل؟ هذا كان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم،
فالرسول صلى الله عليه وسلم قام بتنقية القيم من الموروث الشعبي ومن الحاجة الإنسانية، نقاها وبقاها فقط بما يرتضيه الدين. وذلك يقول لك ما حاجة الشخصية، يقول لك يجب أن تقوم أنت بتغيير حاجاتك الشخصية ورغباتك بما يتلائم مع قيم الدين. طيب ما الموروث الشعبي؟ يقول لك عليك أن تقوم بتغيير الموروث الشعبي بما يتلائم مع قيمة الدين. وبالتالي التغيير هو تغيير حاجات الناس وتغيير الموروث الشعبي بما يتوافق مع الدين. نحن الآن ما يحدث عندنا ليس هذا، يعني الآن ما نقدم هذا، نحن تاركينها أنه القيمة تتشكل عبارة عن خليط من ثلاثة أشياء، وليست القيمة نقية صافية كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. فهذا الموضوع القيم شدني وأنا أدرس علم التربية، لأن وجدت علم النفس التربوي، لأنه في علم النفس التربوي التركيز على هذا غير طبيعي. فبدأت يعني قرأت أكثر من 30 كتاب عن مسألة القيم، فوجدت أنهم مثلا في الغرب يركزون على هذه القضية بحيث عندهم استعداد يشنون حرب إذا مست قيمهم. حرب يقول لك أنا أقوم بحرب، يقول لك أنت مسيت قيمنا، لا تمس هذه القيم. وأعطيك من أمثلتها الآن، مثلا الآن عندك هذه مسألة ما يسمونه هم الحرية الجنسية أو حرية اختيار الجنس، الآن صار جزء من قيمهم. لذلك الآن أنت هناك لما تتكلم كلام مضاد لهذا يدخلونك السجن، يحاسبونك. طب ليه؟ تقول أنا حر، أنا أرفض. يقول لك لا، أنت الآن تمس قيمنا. هي هنا عندما تأتي إلى القيم لا توجد حرية، الحرية تتوقف عند القيم. لذلك أنت ما ممكن مثلا تذهب إلى 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 أمريكا وأوروبا وتطرح قضية تمس القيمهم. ليه؟ لأن أول ما تمس القيم، يعني مثلا تقول لهم مثلا المرأة التي تمارس الجنس وهي غير متزوجة باغية، هذه الكلمة عندهم كفيلة بأن تحرمك من كل عمل، لا توجد مؤسسة بعد ذلك تقبلك في العمل، لا يوجد مؤسسة إعلامية تعمل معك مقابلة، انسى تعيش في ذاك المجتمع. ليه؟ لأن تمسيت قيمة عندهم والقيم لا تمس عندهم. طب أنا حر، تقول لهم هذه حرية التعبير عن الرأي، هم عندهم من حقوق الإنسان هذا freedom of speech right؟ فيقول لك حرية التعبير عن الرأي، يقول لك لا، حرية التعبير عن الرأي تتوقف عند القيم. نحن في بلداننا ما موجود هذا الكلام، يعني ما عندنا هذه الفكرة، ما صارت عندنا توعية حتى على مستوى رجال الدين، مستوى التربية والتعليم، ما عندنا هذه. أنا نكتب قيم والذي يمس هذا القيم ما نسمح له، يعني لا يأتي. مثلا في ماليزيا على سبيل المثال في التعليم، وزارة التعليم العالي عندهم القيم الماليزية 16 قيمة مكتوبة، يعني مكتوبة وموجود فيها منشورات، عندما تقوم بتصميم منهج، عندما تقوم بإجراء أي ممارسة أي برنامج لا يمكن أن تخالف هذه القيم 16. نعم. هذه خلص. على سبيل المثال ما هي هذه القيم 16؟ يعني مثلا هم عندهم التعددية، قيمة من قيم التعددية، يقول لك أنا هذه قيمة نؤمن بها. لتعرف في ماليزيا هناك 3 أجناس مختلفة، 3 ديانات مختلفة، و3 لغات مختلفة، فدخلوا قيمة اسمها التعددية. لذلك أنت ما يمكن تأتي في ماليزيا وتعمل برنامج وتقول أنا ما أؤمن بالتعددية أو ضد التعددية، هذا البرنامج مرفوض، برنامج يخالف القانون، يخالف. لماذا؟ يقول لك أنت تمس قيمة من قيمنا. رأيت كيف؟ يعني هذه القضية مثلا، قضايا القيم. نحن مثلا الآن تذهب إلى العراق تقول لك طيب أنتم كوزارة التعليم العالي ما هي القيم العراقية التي يجب أن نكتبها؟ هل موجود عندنا، هل أصدرت وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية أو الدولة العراقية كدولة قائمة بالقيم، ما هي القيم العراقية؟ ما عندنا هذا الشيء، صحيح؟ رأيت كيف؟ فذلك يعني هذا الموضوع حزني وغير يعني كثير. وذلك يعني أنا قمت بإجراء هذه يعني الدورات من أجل نشر هذا الفكر، فكر التربوي وفكر القيم، فكر مهارات تفكير، يعني عموما هذه الأشياء. واحدة من الدورات عن الهيمنة الدماغية، ما هي الهيمنة الدماغية؟ انظر، الهيمنة الدماغية هي ما الهيمنة الدماغية؟ الهيمنة الدماغية أنه الإنسان هو أي إنسان عنده مجموعة من المهارات العقلية التي يخلق بها. هذه ما يتدخل إنسان فيها، أنت تخلق بهذه الطريقة. فأنا مثلا عندما أخلق عندي مجموعة من الذكاءات، عندي ذكاء بالرياضيات، فكل إنسان ممكن يتعلم الرياضيات، إذن معناها مهارة أو ذكاء الرياضي موجود عندي. مثلا اللغة، كل إنسان يتكلم اللغة، فإذن هذا الذكاء موجود عندي. الرسم والأشكال، كلنا نستطيع أن نرسم ونكتب ألوان وأشكال بمهارات مختلفة، لكن كلنا نستطيع. فهذه يسمونها المهارات التي يخلق الإنسان فيها. لكن ما الذي يحدث؟ الذي يحدث الإنسان
عندما يتربى وينمو الخبرة الحياتية، المدخلات التي يتلقاها في خلال حياته تقوم بتعزيز مهارات معينة وتقويتها، وإضعاف مهارات معينة وإهمالها. فتحدث عند الإنسان هيمنة بأنه يستخدم هذه المهارات في التفكير. فأعطيك مثلا مثال، أنا الآن أقول لك غزوة بدر، وأعطي لطلابي بحث، أقول اذهبوا وكل واحد يعمل لي بحث ويعمل لي برزنتيشن أو تقديم عرض عن معركة بدر، وسأعطي لكل طالب مثلا 10 دقائق فقط. فتجي الطالب يذهب ثم ماذا يرجع؟ يقول لك هذه صارت في سنة كذا، في شهر كذا، في يوم كذا، المسلمين كان عددهم كذا، عندهم عدد سلاح كذا، الكفار كان عددهم كذا، جاءوا معهم والحيوانات والإبل والبقر كان كذا، مات فيها كذا. فيعطيك كل المعلومات، يعطيك أرقام. هو عندما قرأ في التاريخ ماذا يرى؟ يرى الأرقام. يأتيك واحد آخر فأول ما يبدأ يقول لك هذه الغزوة ذكرها الله في القرآن بآية كذا، ويتلو لك الآية بصوت جميل. طيب ثم يقول لك عندما ذهبوا حسان بن ثابت قال فيها هذا الشعر، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى في هذا الخطبة، ثم فلان قال كذا، ثم فلان قال كذا، فيعطيك ماذا؟ كلها لغويات. وما يلتجي إلى الأرقام إلا قليلا. طيب ما هم نفس الطلاب أخذوا نفس المصادر، فليه هذا عندما قرأ المصادر رأى أرقام، وهذا عندما رأى نفس المصادر رأى لغة؟ لهذه يسمى هيمنة دماغية. هذا هيمن على دماغه الذكاء اللغوي، وهذا هيمن على دماغه الذكاء الحسابي أو الرياضي أو الأرقام. وقد يكون مثلا شخص آخر يقرأ نفس المصادر لكن يأخذ منها الذكاء الذاتي، فيبحث لك في معركة بدر ما هي نقاط الضعف وما هي نقاط القوة. يأتيك واحد ينظر لها من الذكاء الاجتماعي، فكيف ينظر؟ يقول لك كيف العلاقات الاجتماعية، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي شعور الصحابة، فما ما ترك الأنصار يخرجون في المبارزة، وإنما طلب من عمه وابن وأولاد عمه 2 يخرجون. لماذا؟ لأنه هذه قضية نفسية، حتى من الناحية الاجتماعية الناس ما يقول محمد يريد من عندنا، رأيت كيف؟ فينظر لها من باب الذكاء الاجتماعي، فيشرح لك المعركة كلها من هذا الباب. ثم يقول لك الصحابة قاتلوا آباءهم وأباءهم قالوا لهم فيحكي لك القصة بدر كأنها قضية اجتماعية. يأتيك واحد عند ذكاء الطبيعي فيقول لك يشرح لك بدر وأنها في آبار وفي صحراء وكان هنا وادي وكان هنا جبل، فيشرح لك إياها، يشرح لك ماذا؟ الجانب الطبيعي أو الطبيعة والجغرافي الذي فيها. ليه؟ لأنه الذكاء اللي مسيطر عليه هو الذكاء الجغرافي. فهذا تسمى ماذا؟ تسمى الهيمنة الدماغية. هذه القضية مهمة جدا. لماذا نحن نشرحها؟ لأنه كثير من الناس تكون بينهم إما اختلافات وإما مثلا مشاكل، حتى في طرق التدريس الأساتذة يدخل يدرس، فبعض الطلبة يحبونه وبعض الطلبة يكرهونه، ويخرج يقول أنا الأذكياء يحبوني والأغبياء ما يحبوني، ولكن هؤلاء الطلاب يحبون أستاذ آخر، والذين يحبون هذا الأستاذ لا يحبون ذاك الأستاذ. ليه؟ لأنه لماذا الأستاذ يأتي يفرض؟ لأنه الأستاذ ما يعرف هذه القضية وما يراعيها في الفصل، فعندما يأتي في الفصل لأنه مثلا ذكاء لغوي فيطغى عليه الجانب اللغوي، الناس الآخرين الذين ذكاؤهم ليس لغوي لا يحبون هذا الأسلوب، فلا يحبون هذا الأستاذ. ويأتي أستاذ آخر ذكاء آخر، نوع آخر من الذكاء مسيطر على طريقة تفكيره، فيقوم باستخدامه، فالناس الذين يحبون هذا النوع يحبونه والآخرين لا يحبونه. فلذلك معرفة الهيمنة الدماغية مهمة جدا. لماذا؟ تساعدك في التعليم، تساعدك في الحياة الاجتماعية، حتى في بيتك. يعني بعض الأحيان أنا دائما أضرب هذا المثال، تحدث مشاكل بين الزوج والزوجة وهي ليست مشكلة، هي فقط هيمنة دماغية. أعطيك مثل المثال، يأتيك واحد، دعنا نقول مثلا أنا مثلا أضرب نفسي مثال، أنا عندي الذكاء الشكلي أو الذكاء المكاني ضعيف جدا، فأنا عندي هذه الألوان، هذا اللون مناسب لهذا اللون، هذا الكلام عندي يعني ما له تأثير. لذلك مثلا أنا عندما أدخل البيت، عندما أخلع ملابسي أرميها في أي مكان، يعني هذا لا يزعجني، يعني يكون مثلا بنطالي هنا وهذه يعني السترة هنا والقميص هناك، هذه لا تسبب لي إزعاج.
لكن بالنسبة لزوجتي هذه مشكلة، لأن ذكائها الشكلي عالي جدا، وبالتالي الذكاء الشكلي عالي الترتيب بالنسبة له مهم، وإذا هذا الترتيب لم يحدث يحدث عنده إزعاج فيشعر بالألم فيقول لماذا هذه الفوضى. فأنا بالنسبة لي طيب هذه الفوضى ماذا يعني، ما هو الضرر يعني، أنا قميص هنا والسترة هنا، ما الضرر الذي أصابك؟ أنا بالنسبة لي ليست مشكلة لا تزعجني، لكن بالنسبة لذلك مثلا عندما ترتب مثلا هي الملابس تضع القمصان في بجانبها مثلا الأثواب، بجانبها مثلا التيشيرتات، تضعها في تنظيم معين. أنا بالنسبة لي يعني هو خزان ملابس، تعال وضع الملابس فيه يعني ما المشكلة، رأيت كيف؟ فتحدث بعض الأحيان بين الزوج وزوجته مشاكل بسبب الهيمنة الدماغية، وهي حقيقة لو كان الزوج والزوجة يعرفون هذا ما تكون مشكلة بينهم، يعني يقول لك الذي تهيمن عليه طريقة معينة في التفكير يشعر بالراحة عندما يستخدمها، فالمقابل عندما يعرف هذا يفسح له المجال يعطيه هذه الحرية، وبالتالي ما تحدث المشاكل، رأيت كيف؟ فهذه نعم قضية الهيمنة الدماغية. نعم. حقيقة نحن العرب عندنا تقصير كبير في هذا الجانب، كبير جدا، لأن هذه اللغة يعني هذه اللغة هي لغتنا نحن، ونحن أولى الناس بنشرها وتعليمها وإيجاد السبل الكفيلة لنشرها بين الناس، وخصوصا أنها أيضا اللغة ارتبطت بالدين، يعني دعك عن أنها اللغة القومية لكن أيضا هي لغة الدين، لغة القرآن، لغة السنة، لغة الكتب، أمهات الكتب كلها كتبت بهذه اللغة. المشكلة الرئيسية في تعليم اللغات أنك كيف تخلق البيئة، يعني أنت الآن أنا أدرس اللغة العربية لشخص لا يتعلم داخل بيئة عربية، يعني مثلا هنا في ماليزيا أو في أي دولة غير عربية، فنحن نواجه مشكلة. وأهم قضية في تعليم اللغات هي وجود البيئة، لأنه البيئة هي التي تجبر الإنسان على الاستخدام، على التفكير بهذه اللغة، على حفظ مفردات جديدة، يتعلم ثقافة اللغة، يتعلم تنغيم اللغة، يعني البيئة اللغوية تساعد لها يعني ثقل كبير جدا في إتقان اللغة العربية أو تعلم اللغة العربية. نحن المشكلة التي وقعنا فيها في الدول العربية ولا زلنا فيها أن أكثر المنتجات المرئية عندنا من ناحية الدراما، التلفزيون، حتى يعني الأغاني، يعني على قول من لم يحرمها، أمور كثيرة كلها باللغة العامية، وبالتالي لا تصلح لتعليم اللغة العربية. يعني أنا كمتخصص تعليم اللغة العربية عندما أذهب لأخذ مادة أستخدمها في التعليم حتى يعني أعوض عن فقدان البيئة العربية، فأقدم للطلبة مثلا بعض الأفلام، بعض المسلسلات، بعض المسرحيات، كلها باللغة العامية، ما عندي باللغة الفصحى إلا ما ندر ولا يكفي القديمة، وحتى المسلسلات الحديثة التي هي مسلسلات التاريخية، ما تسمى بالمسلسلات التاريخية، اللغة العربية التي فيها ليست اللغة احترافية، يعني اللغة طريقة النطق بعض الأحيان مضحكة، يعني ليست احترافية يعني. عموما الغاية من هذا الكلام أنه العالم الآن يتوجه توجه كبير جدا نحو الذكاء الصناعي، نحو يعني الرقمنة والحوسبة، فنحن نحتاج أنه كعرب يعني نريد أن ننشر هذه اللغة، أن ندخل في هذا المجال بقوة. يعني مثلا الآن في برامج طلعت علينا الآن، بعض الشركات الكبرى هي تريد أن تخلق المعلم الإلكتروني أو المعلم اللي يسمونه المحاكاة، هذا بحيث أنت موجود عندك شخص يتحدث معك، وهو هذا الشخص هو عبارة عن جهاز أو عبارة عن برنامج سوفتوير، وهو يعرف لغتك لأنه هو يعني مثلا لغتك الإنجليزية، فهذا يضع لك لهم لغة الإنجليزية ويبدأ يعلمك اللغة العربية. فالآن يعني الآن هم في طور تطوير هذه البرامج، يطور لك برنامج حاسوبي يقوم بمحاكاتك والكلام معك، فأنت تتكلم معه ويستمع إلى كلامك ويقوم بتوجيهك وإرشادك وتعليمك. طيب أين نحن من هذه المشاريع؟ أين نحن من هذه البرامج؟ أين نحن من هذه المؤسسات التي تقوم بإنتاج هذه البرامج أو بهذه البرمجيات أو ما شابه؟ هذه طبعا كلها عندنا ضعيفة جدا أو غير موجودة، أو يعني الاهتمام بها غير كافي. فلذلك
الآن يعني إذا قلت لي من سيعلم اللغة العربية، أنا أقول لك برامج تعليم اللغة العربية ستأتي كلها من الغرب، هم يقومون بهذا، ليس للغة العربية، لكل اللغات. هم الآن مثلا يقومون لك ب يعني مثلا الآن أنت عندما تدخل على مايكروسوفت وورد، أنا أعلم هذا لطلابي، ممكن أن تكتب بحث وأنت لا تعرف اللغة العربية فقط باستخدام مايكروسوفت وورد، تأتي بنص إنجليزي تدخل في مايكروسوفت وورد، تذهب إلى ريفيو، تقول ترانزليت إلى هذه اللغة، انسرت، خلاص انتهى الأمر، النص الذي جئته بالإنجليزي يحوله لك إلى العربي ويدخل لك في مايكروسوفت وورد وانتهى الأمر. بحثك بكاملة، تكتب بحث بكاملة باللغة الإنجليزية ثم تدخل في مايكروسوفت وورد تقول له حول إلى العربي ويحول لك إلى العربي، صار عندك بحث كامل موجود باللغة العربية. فالآن يعني برامج تعليم اللغة العربية أو التي تستفيد منها في التعليم العربية، نحن ما 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 نقوم بالتركيز عليها، يعني ما عندنا جهد حكومي قوي جدا لتعليم اللغة العربية أو لنشر اللغة العربية. لذلك مثلا تقول لي مثلا كم مسرحية عندنا باللغة العربية الفصحى، كم فيلم أنتج باللغة العربية الفصحى، كم مسلسل أنتج عندنا باللغة العربية الفصحى. حتى الآن مشايخنا يعني هذا مع الأسف يعني مشايخنا الذي يلقون محاضرات الدين يخلطون اللغة العامية باللغة يعني أنا أسمع مثلا مشايخ كبار، أسمع مثلا الشيخ أبو إسحاق الحويني، شيخ يعني مشايخ كبار، المحاضرة خليط بين المصري واللغة العربية الفصحى، فما تستطيع تستخدمها كمادة لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. وتتكلم هؤلاء على مشايخ يعني هم همهم في الحياة نشر الدين ونشر اللغة العربية، ومع ذلك ما تستطيع تستخدم تسجيلاتهم كمادة لتعليم اللغة العربية. لذلك أنا أرى أنه مستقبل اللغة العربية إذا بقينا بهذه الطريقة لن يكون قوي. ولو أردنا أن نحسن من وضع اللغة العربية في العالم يجب أن تبذل جهود أكبر من الموجود الآن، يجب أن تكون عندنا مؤسسة حكومية أو مؤسسات حكومية ولها ميزانيات جيدة تقوم بتطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. فيعني هذا الذي أرجوه، وليت يعني نجد من يستطيع أن يمول مثل هذه المشاريع لإنتاج يعني طرق ومناهج جديدة في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. هنا التجربة الماليزية في التعليم تجربة رائدة جدا ويجب أن تدرس ويجب أن يعني يتعلم الناس منها. سأعطي خلفية بسيطة، ماليزيا كانت تحت الاحتلال 400 سنة، يعني كان الاحتلال البرتغالي ثم الاحتلال الهولندي ثم الاحتلال الإنجليزي، هذا الاحتلال استمر 400 سنة، وماليزيا أخذت استقلالها 1957. في سنة 1950 عندما قرر البريطانيون الخروج من ماليزيا جاءوا إلى الماليزيين قالوا لهم خذوا هذا البلد نحن ماشيين، فشكلوا حكومة ماليزية وكذا وأرادوا إدارة البلد، ما استطاعوا لأنه ما عندهم خبرة، يعني البلد يدار من قبل الاستعمار 400 سنة فما في خبرات محلية قادرة على إدارة البلد. فواحدة من القضايا التي واجهوها أنهم لا توجد مدارس حكومية، يعني قبل 57 قبل 1957 في ماليزيا كان في مدارس تمولها الحكومة هي مدارس الإنجليزية اللي تابعة للبريطانيين، والباقي مدارس أهلية اللي تدرس الدين، مدارس أهلية يسمونها فندق، يعني مدارس أهلية مثل كتاتيب عندنا، والقوميات الأخرى الصينيين والهنود عندهم مدارسهم الخاصة يدرسون باللغة الصينية أو باللغة الهندية. فجت الحكومة عملت الدولة طيب الآن نريد مدارس، في مدارس حكومية؟ ما في مدارس حكومية أبدا إلا المدارس الإنجليزية التي تدرس باللغة الإنجليزية. طيب نحن الآن ماليزيون عندنا اللغة لغة الملايو هي اللغة الرسمية للبلد، نريد مدارس باللغة الملايو ما عندنا. يعني ترى الفكرة الآن كارثة، يعني هذا سنة 1957. لذلك في سنة 1957 بدأوا يفكرون كيف نقوم بإنشاء نظام تعليمي، يعني ما عندنا نظام تعليمي، وبدأت العمل والبحوث إلى أن جاءت يعني واحد يسمونه التقرير الرزاق، دكتور رزاق واحد من رؤساء الوزراء السابقين قبل أن يكون رئيس وزراء كان وزير التربية، هذا حقيقة عمل دراسة رائعة وعملوا خطة وقاموا بتنفيذ هذا التقرير يسمى التقرير رزاق دكتور رزاق. فقاموا ب يعني القضية طويلة لأن الوقت قد لا يستوعب نشرها يعني أو الكلام عنها كاملا، لكن بدأوا من الصفر تماما من الصفر، فقاموا بإنشاء مدارس ثم بدأوا يأتون بالصينيين والهنود
الذين هم بأعمار قليلة يعني من أول ابتدائي يدخلون في هذه المدارس، لكن اللي مثلا عمره 10 سنوات أو 12 سنة يتركون يدرس في المدارس الصينية والهندية، لأنه ما يتكلمون اللغة الملايوية، يتكلمون اللغة الصينية، فهو هذه مدارس تستخدم اللغة الملايوية، ففقط يأتون بالصغار. فقرروا أنه هؤلاء الذين يدخلون في الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي ممكن نعلمهم اللغة الملايوية عندما يتخرجون هم، فبدأوا بهذه الطريقة، وبدأت هكذا إنشاء المدارس، وبدأوا بتطويرها قليلا قليلا إلى أن الآن ماليزيا تعتبر واحدة من أفضل دول تسلسلها أظن 35 في العالم في مجال في التعليم. فالآن أنت فقط تصور، حاول أن تتصور هذه الفكرة سنة 1957 ما عندهم أي مدرسة على الإطلاق، لا يوجد عندهم معلم ولا يوجد عندهم مدرسة ولا تجد عندهم بناية للمدارس 1957. الآن يعني تكلم كم الآن؟ تكلم عن 70 سنة أو 60 سنة، ماليزيا الآن تحتل المركز 35 على مستوى العالم في التعليم. مدارس ماليزيا تعتبر واحدة من أفضل مدارس في العالم. هذا التغيير في 60 سنة كيف صار؟ فهذه التجربة التي تحتاج إلى دراستها. ليه؟ لأنه هم ما كانوا يفكرون بإنجازات شخصية وفردية، يعني أنا يجب أن أقوم بمشروع الآن ينجز، لا ما كانوا يفكرون بهذه الطريقة. يقول لا، نحن الآن نعمل المشروع لكن النتيجة تكون بعد 20 سنة بعد 30 سنة، فكانوا يخططون على مستوى طويل بعيد الأمد، وهذا الذي يعني جعلهم قادرين على الإنجاز. وصارت يعني الطفرة في التعليم الماليزي، والآن ماليزيا تعتبر تدخل في أي غابة، طبعا ماليزيا كلها غابات، يعني تدخل في أي غابة تجد في مدرسة فيها أحدث التجهيزات، يعني تدخل في غابة في مجاهل التاريخ كما يقولون، تجد مدرسة فيها تجهيزات، فيها إنترنت، فيها حواسيب، فيها ساعات ساحات ألعاب، يعني شيء حقيقة يعني مشرف جدا. هذا بسبب التخطيط الجيد. إذا عندك إدارة تربوية تعليمية تقوم بالتخطيط الجيد بعيد المدى، فبالتأكيد ستقوم بتحقيق إنجازات. إضافة إلى التعليم في ماليزيا عندهم ثابتة في الميزانية، كل سنة 20% من الميزانية يذهب إلى التعليم سنويا، هذا لم يختلف أبدا. يعني عندما تجد ترى الميزانية كل سنة هناك 20% من الميزانية للتعليم. صار هذا الإنفاق على التعليم له مردودات. ما هي المردودات؟ أنت قلت بتطوير الشعب، بتطوير البلد. نحن العام الماضي في العراق أظن 4 أو 5% للتعليم، ميزانية الدولة 4 أو 5% للتعليم. فتصور الفرق بين دولة تعداد سكانها 40 مليون تعطي 4 أو 5% للتعليم، وبين دولة تعدادها 33 مليون تعطي 20% من ميزانية التعليم. وميزانية ماليزيا أعلى من ميزانية العراق، لأنه ماليزيا دولة تجارية واقتصادية، فالمبالغ التي تنفق على التعليم عالية جدا، لذلك المردود عالي جدا. هذا بالنسبة لي يعني أو التجربة الماليزية في التعليم. ماذا عن الجامعات البحثية؟ طيب الجامعات البحثية، هذه الجامعات البحثية هي ليست مستقبل الجامعات، ولكن هي حاجة لا بد منها. لماذا؟ أي خطة لتطوير أي بلد لعمل ميزانية، أنت تريد تعمل ميزانية، تعمل ميزانية بناء على ماذا؟ أنت تحتاج إلى دراسات، تحتاج إلى دراسات مسحية، تحتاج إلى دراسات استشرافية، تحتاج إلى دراسات إحصائية، تحتاج إلى كم هائل من الدراسات لتعمل ميزانية. تريد تعمل مثلا خطة استراتيجية، خطة استراتيجية 5، 10 أو ما شابه. طيب هذه الخطة يجب أن تقوم بناء على ماذا؟ تقوم بناء على دراسات، دراسات في كل ميدان الحياة. يعني أنت عندما تقول يعني الخطة الاستراتيجية يجب أن تعرف كل عيوبه، يعرف كل إيجابياته، يجب أن تعرف كل احتياجاته، يجب أن تعرف كل موارده، يجب أن تعرف كل ناسك، يجب أن تعرف كل شيء، كل ثقافاتك، كل اختلافاتك، كل يجب أن تعرفه. طيب هذه المعلومات مين يقوم بتحديثها لك؟ من يقوم بإعطائك آخر شيء في هذا المجال؟ يعني أنت الآن مثلاً توجهات شعبك، احتياجات شعبك، كيف تعرفها؟ فيجب أن تقوم بدراسات دائمة، يعني هذه دراسات مستمرة، كل 2-3 سنوات أنت تعمل دراسة إحصائية شاملة لشعبك لتعرف توجهات شعبك. هذه الدراسات من يقوم بها؟ فيجب أن تكون عندك مراكز بحوث. فجاءت فكرة الجامعات البحثية بناء على هذا الشيء.
أنه أنا أقوم بإنشاء جامعة، هذه الجامعة تقوم بإدارة البحوث التي تحتاجها الدولة. فأنت أي بحث تحتاجه الدولة في أي مجال من المجالات، صناعي، تجاري، اجتماعي، ديني، أي مجال من المجالات، تقوم هذه الجامعات بتنفيذ هذه البحوث لك. ولماذا جامعة؟ حتى تتأكد من أن وجود طاقم علمي، طاقم أكاديمي مشرف عليه، موجه من قبل الحكومة أو موجه من قبل لجان علمية، فالبحوث التي تقوم بإنتاجها تكون بحوث موثوق فيها. سابقا كانت تسمى مراكز البحوث، لكن تدعم مراكز البحوث لأنها أهلية أو لأنها تجارية، فممكن تقول لك بدراسات وأبحاث ليست موثوق فيها، يعني تفتقر إلى الدقة. لذلك جاءت فكرة الجامعات البحثية أن تقوم بهذا الدور، أن تقدم لك كل بحث أنت تريده في أي مجال، وتقوم بتحديث هذه البحوث، وهذه البحوث تكون معتمدة وموثوقة لأنها تقوم بها لجان علمية. فهذه الفكرة، ماليزيا نجحت في هذا المجال، قامت بإنشاء جامعات بحثية، وهذه الجامعات البحثية حقيقة قامت بأعمال رائعة، ونحن قدمنا موجودة أيضاً فيها المحاضرة، ممكن الرجوع إليها، يعني من يحب ممكن يدخل على منصة أريد ويشاهد في نظام عليم، عندنا محاضرة كاملة عن الجامعات البحثية في ماليزيا. أيضاً الجامعات البحثية تعطي شيء غير يعني الذي هو إيش، مواكبة البحوث العالمية. فإذا تحتاج مؤسسة بحثية تواكب لك كل جديد، وتقوم ماذا باستقطاب هذا الجديد إلى البلد وإدخاله في البلد، فمن يقوم لك بهذا؟ أفضل ناس يقوم لك بهذا هم الباحثين. أيضاً الجامعات البحثية تقوم لك بالبحوث البينية، أنت تحتاج عقول من خارج البلد، تقوم بمشاركة العقول الموجودة عندك ببحوث مشتركة، فتقوم هذا يقوم بتطوير المعلومات، بتطوير المهارات، بتطوير التقنيات. أيضاً الجامعات البحثية تقوم لك بتبادل المعرفة. إيش تبادل المعرفة؟ يعني مثلاً على سبيل المثال ماليزيا، مثلاً واحدة من الأمثلة، ماليزيا طورت بحوث حلال، بحوث حلال لهذا المنتج الغذائي الذي هو موافق للشريعة الإسلامية. ماليزيا حقيقة عملوا عليه منذ فترة طويلة وطوروه، والآن هذه يعني العلامة التجارية حلال الماليزية تعتبر أفضل ماركة حلال في العالم. طيب في دول تأتيك مثل نيوزيلندا، تأتيك أستراليا، هم ضعفاء في هذا الجانب، وهم عندهم منتجات غذائية يريدون تسويقها للمسلمين، وشعارهم أو علامتهم التجارية بحلال غير موثوق بها. فهم ماذا يحتاجون؟ يحتاجون يأتوا إلى ماليزيا في التعاون مع ماليزيا من أجل تطوير بحوث حلال، فيأتوك يقول لك نحن نحتاجك. أنت بالمقابل عندما تنظر مثلا إلى نيوزيلندا أو أستراليا تجد مثلا عندهم بحوث في مجالات معينة هم متطورين فيها، أنت ما تطورت، فقلت لهم طيب، فيصير تعاون، أنا أعطيك بحوثي في هذا المجال وأنت تعطيني بحوثك في هذا المجال. فالجامعات البحثية حقيقة هي يعني تقوم بكل هذه الأعمال التي ذكرنا. طبعا هذه على عجالة، ولا هي الموضوع شاسع جدا طويل، لكن على عجالة هي تقوم لك بكل هذه الأعمال. فأنت تريد مراكز بحوث تزودك بالمعلومات الموثوقة التي تحتاجها في عمليات التطوير، عمليات الإدامة، عمليات التخطيط الاستراتيجي وما شابه. جميل. طيب ما هو الاتجاه العالمي في تطوير المناهج؟ جميل. الآن العالم كله يتجه إلى أنه كيف تستغني عن غرفة الدرس، كيف تستغني عن المعلم. لماذا؟ يقول لك الآن الإمكانيات التقنية تطورت بطريقة تجعل من السهل أن الإنسان يتعلم لوحده، ولكن الإنسان هذا الذي يتعلم لوحده يحتاج إلى شهادة، وبالتالي نحن لا نستطيع الاستغناء عن المؤسسات التعليمية، لكن لا نستطيع أن نترك المؤسسات التعليمية كما هي الآن، مكلفة جدا. فإذا كيف ندخل التقنية في التعليم بحيث التقنية في التعليم تجعل الطالب يتعلم في نفسه بنفسه ويحصل على معلومات بنفسه، وتبقى المؤسسات التعليمية هي مجرد مؤسسات توجيه واختبار لما تم الحصول عليه. فالآن يعني الاتجاه العالمي كله هذا كيف تجعل التعليم الذاتي، أنه الإنسان يتعلم بنفسه باستخدام التقنيات الحديثة، وكيف المؤسسات التعليمية تطور وسائلها في تقويم ومنح الشهادة لهذا التعلم الذاتي. الآن التعليم في العالم يمشي بهذا الاتجاه،
يحاولون تطويره بهذا الاتجاه. ولذلك الآن كثير من الجامعات بدأت تقدم شهادات هذا ما يسمى ميكس مود، فبدأوا يعني يتوجهون لهذا التوجه. والحقيقة هو يعني تجد كثير من الناس مثلا، يعني أعطيك مثال، مثلا أنت الآن أنت كيف تعلمت البرمجة؟ هل دخلت جامعة؟ ولكن الآن مبرمج رائع صحيح؟ فهذه تعليم ذاتي صح؟ أنت الآن فقط الذي تحتاج شهادة. فالآن يقول لك طيب إذا كان عندنا مثل هذه الحالات، طيب ليه ما نمنح شهادة؟ فنحن فقط نحتاج نتأكد أنه يأتي سيف عندنا نطور طريقة معينة يثبت لنا فيها سيف بأنه متمكن من هذا العلم يستطيع أن يحصل فيه على شهادة. فالآن العالم يتجه إلى هذا التوجه. يعني هذه قضية المناهج الآن كلهم يحاولون بناء المناهج بهذه الطريقة، بطريقة التعلم الذاتي. ما هي مهارات الباحث التي يجب أن يحصل عليها الباحث؟ أولاً أنا نتفق أنه هذه المهارات غير محدودة. ليه غير محدودة؟ لأنه أصلاً البحث العلمي، كل بحث علمي له طبيعته الخاصة. وقد يكون بحث علمي يحتاج مهارات، بحث علمي آخر لا يحتاجه، والعكس. فأنت كل بحث له خصوصية. الباحث العلمي الجيد هو الباحث الذي يستطيع أن يتعلم المهارات التي يحتاجها بحثه قبل أن يبدأ البحث. يعني هذا هو الآن، ما هو الباحث الجيد؟ تقول لي الباحث الجيد، أقول لك الباحث الجيد هو الباحث الذي قبل أن يبدأ ببحثه عليه أن يرى ما هي المهارات التي يحتاجها في هذا البحث ويقوم بتعلمها وتطويرها قبل البدء في البحث. هذا هو الباحث الجيد. طيب ما هي المهارات؟ يقول لك غير محدودة. ليه غير محدودة؟ مثلا أعطيك مثال، أنت الآن تتكلم عن اللغة، كل بحث يحتاج إلى لغة، لكن هناك بحوث تحتاج إلى مستوى محدود من اللغة. كانت مثلا أنت تكتب مثلا بحث عن البرمجة، والبرمجة أكثر البحوث اللي فيها عبارة عن كودين، تكتب أكواد وكذا. فاللغة التي تقوم باستخدامها داخل البحث محدودة جدا، ليس مثل ما أنت تكتب مثلا بحث في العلوم السياسية أو تكتب بحث في العلوم الإنسانية والذي يعتمد بكامله على اللغة، فأنت تحتاج هنا لغة تكون عالية جدا. لذلك هذا الباحث مثلا الذي يكتب في العلوم في البرمجة لا نستطيع أن نقول لا، يعني ليس من العدل يقول يجب أن تكون ماهرا جدا باللغة حتى تكتب هذا البحث. لكن الذي يكتب في العلوم الإنسانية نقول لا يمكن، أنت تكتب بحث في العلوم الإنسانية أنت لغتك ضعيفة، ما يمكن. لذلك قلت لك يعني هذه المهارات من الذي يحددها؟ يحددها الباحث أو المؤسسة العلمية التي يكتب تحتها البحث. لكن هي كثيرة، يعني عندما نقول مثلا أعطيك مثال الحوسبة، الآن ما تحتاجه أنت في الحوسبة ليس مثل ما أحتاجه أنا في الحوسبة، لكن هل الحوسبة مهم؟ لا، يجب أن يكون الإنسان عنده علم في الحوسبة. فكل باحث يعني يقوم بالبحث العلمي لا بد له من الحوسبة، لا بد له معرفة البرامج، استخدام الحاسوب، استخدام البرامج، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من يعني سوفتويرات وغيرها. لكن نتكلم عن المستوى الآن، ما هو المستوى؟ هذا يختلف من بحث إلى بحث. في بحث يحتاج إلى مستوى عالي جدا في الحوسبة، بحث يحتاج إلى مستوى أقل في الحوسبة. نأتي مثلا على مسألة المختبرات، مثلا استخدام المختبرات، هذه مهارات أيضا تختلف من بحث إلى بحث. مثلا قضايا الاستبيان، أنت لا تقوم بالاستبيان، كيف تقوم بالاستبيان؟ يجب تحتاج إلى مهارات كتابة الاستبيان، صياغة الأسئلة، هذا علم. يعني كيف تكتب السؤال؟ يعني مثلا أعطيك مثلا، هذه حدثت مرة يعني في دولة، ماذا باحث يريد أن يروج إلى فكرة، فماذا فعل؟ هو قال المسلمون في هذا المكان 90% منهم عندهم علاقات جنسية قبل الزواج، و 85% منهم يشربون الخمر. وهو قام بدراسة وبحث ونشر الأرقام والإحصائيات وكذا وكذا. فالدولة التي نشر فيها هذا البحث، يعني ما نقولها إنه أونلاين، فما بنقول اسم الدولة يعني، لكن الدولة يعني عندما نشر البحث صارت ضجة، 90% من الناس عندهم علاقات جنسية، قضية اجتماعية، صار الزوج يشك بزوجته والزوجة تشك. البحث يقول هذا بحث منشور تحت، فطبعا صارت قضية اجتماعية فبدأوا التحقيق، فدخلت فيها الدولة والشرطة ووزارة الداخلية وصار التحقيق. فماذا وجدوا؟ انظر هنا للخطورة في الاستبيان. هو قام بعمل استبيان، لكن
قام باستخدام العينة، نقول اختيار العينة في البحث العلمي في الاستبيانات، صحيح؟ هو أين وزع العينة؟ وزع العينة في مناطق الملاهي والمراقص. فأنت عندما تعطي عينة لناس في الملاهي والمراقص تشرب الخمر، طيب هو يعني هو ليه جاي لمنطقة ملاهي ومراقص؟ حتى يشرب الخمر ولا حتى يرقص ولا حتى يزني؟ فاختيار العينة هو ما كذب الرجل عندما قال العينة التي اخترتها 90% منهم عندهم علاقات جنسية، هو ما كذب في هذا، لكن هو أين غش؟ أين الخدعة؟ طريقة اختيار العينة. لذلك هذه مهارات، فالباحث العلمي يجب أن تكون مهارة كيف يختار العينة، كيف تكتب السؤال. يعني عندنا هذه مثلا في الأسئلة، أنا أسألك سؤال وما يهمني إجابتك، لماذا؟ لأن إجابتك أي كانت الإجابة هي ستعطي النتيجة التي أنا أريدها. أعطيك مثال، أنا أقول لك هل تركت شرب الخمر؟ نعم لا، أنت ماذا ستجيب؟ نعم إذا أنا شارب. إذا أنت شارب خمر، وإذا قلت لا يعني لازلت شارب خمر. في الحالة مهما كانت إجابتك أنا سأأخذ الذي أريده، أنك أنت كنت تشرب الخمر أو أنك لازلت تشرب الخمر. فهذه طريقة صياغة الأسئلة، هذا علم. فالباحث العلمي الذي يريد أن يقوم بالبحث العلمي عليه أن يتعلم هذه المهارات، اللي مهارة كيف يقوم بالاستبيان، كيف باختيار العينة، كيف يقوم بكتابة وصياغة الأسئلة، تحليل، كيف تقوم بعملية تحليل. عملية التحليل مبنية على طريقة صياغة الأسئلة، فأنت يجب قبل أن تصوغ الأسئلة يجب أن يكون عندك تصور عن التحليل، أنت ماذا ستقوم بتحليله. فإذا أنت ما كان عندك تصور كيف تقوم بالتحليل، فبالتالي صياغتك الأسئلة قد يكون فيها مشكلة، وبعد ذلك عندما تقوم بالتحليل تقول أوه أنا كان يجب أن أفعل هذا السؤال هذا السؤال، فيجب أن تعيد الاستبيان مرة أخرى. فهذه طبعا عملية الاستبيان والأسئلة والصياغة والعينات، هذا علم، هذا يحتاج الباحث العلمي أن يقوم به. قضية الدراسات السابقة، قراءة الدراسات السابقة وتحليل الدراسات السابقة هذا فن، وهذه مشكلة عند أكثر الباحثين أنه ما عندهم طريقة كيف يقوم بقراءة الدراسات السابقة واستخلاص الدراسات السابقة منها. كثير من الطلبة عندهم مشكلة في هذا. لماذا عندهم مشكلة في هذا؟ لأنه ما أخذوا دورات. فذلك تذكر في منصة أريد عندما عملنا هذه الدورات كيف كانت ردود الأفعال، كان الناس يقول هذا شيء جديد، هذا شيء عظيم، هذا شيء. ولذلك نحن في منصة أريد نعيد هذه الدورات كل سنة، عندنا هذا أسبوع البحث العلمي يعاد سنويا من أجل مساعدة الباحثين الجدد يعني. فهذه أيضا من المهارات، مسألة التدقيق هذه كثيرة، يعني كثير من الناس لا أعرف عندهم مشكلة فيها، يعني ويشعر بالحرج عندما يقوم بالتدقيق. يعني أنا مثلا أكتب، أنا الآن عندي أساتذة الذين يعملون معي كانوا طلابي عندما كانوا في الإعدادية، ثم أخذوا البكالوريوس، ثم أخذوا الماجستير، ثم جاءوا يعملون معي. فهو طالبي كان يعني قبل 20 سنة هو طالبي، أو قبل 15 سنة هو طالبي، أو مثلا قبل 10 سنوات، يعني الآن معنا واحد كان قبل 10 سنوات هو طالبي. فأنا الذين أعمل معهم الآن الأساتذة كلهم طلابي، لكن مع ذلك عندما أكتب أي شيء أعطي لهم من أجل التدقيق، وهم طلابي، أنا الذي علمتهم اللغة، لأنهم هم طلبة ماليزيون جاؤونا ما يعرفون اللغة، أنا علمته اللغة وهو الآن أستاذ معي، فأنا عندما أكتب أطلب منه التدقيق. لماذا؟ لأنه التدقيق لا يعني الضعف، التدقيق ليس معناه هو عندما أنا أعطي البحث لشخص يقوم بتدقيقه هذا لا يعني أني أنا ضعيف أحتاج إلى تقوية، لا لا، أنا إنسان، وبما أنه أنا إنسان قد مخي يكون شطح في قضية، قد يكون أهمل قضية، قد يكون نسى قضية، فلذلك يأتي التدقيق لمساعدتي في تكميل نواقص البحث التي أنا أكون بطريقة أو بأخرى أهملتها. فالتدقيق هذه ثقافة يجب أن يتعلم البحث، هذه مهارة، أن تكون عندك قدرة على اختيار الناس الذين يستطيعون مساعدتك في تطوير بحثك وإرسال البحث لك، هذه مهارة يجب أن يلتزم بها البحث. طيب، مسألة هذه المناقشة، الآن أغلب يعني أو لا نقول أغلب لكن كثير من المؤسسات البحثية ماذا يقومون؟ يقومون قبل نشر البحث بمناقشته مع الباحث، يعملوا لجنة، فأنت تكتب البحث وكذا معملهم مناقشة كأنها مناقشة الماجستير والدكتوراه، وبناء على المناقشة تخرج توصيات تعطى للباحث
فالباحث يقوم بإدخال التوصية ثم يقوم بنشرها. لماذا؟ هي مسألة إثراء، هي مسألة إثراء، أنت تريد أن تقوم بإنتاج شيء جيد، فهذا الشيء الجيد حتى يخرج عندما يمر على مجموعة من العقول أفضل مما يمر بعقل واحد. ولذلك هذه مسألة المناقشة، هذه تثري البحث العلمي، هذه ثقافة ومهارة يجب أن نقوم، يجب أن يلتزم بها الباحث. طيب أنا في مؤسستي ما عندي هذا، ما عندك في مؤسستك؟ أنت نادي أصدقاء، نادي الناس اللي تعرفهم، وعمل لهم جلسة وطلبهم مناقشة البحث، مساعدتك في هذا الأمر. ترى هذه الثقافة لو استطعنا أن ندخلها في لذلك يعني يقول لي ماذا يحتاجه البحث العلمي؟ أمور كثيرة جدا، لكل بحث يختلف عن البحث الآخر. وعندنا مثلا هذه مسألة التوثيق، مهارة التوثيق، أنت عندك مصادر مراجع وأخذت منها معلومات، كيف توثق المعلومات؟ هذه أيضا قضية، لأن هناك مناهج كثيرة، يعني عندنا هذا شيكاغو مثلا يونيفرسيتي ستايل، عندنا الاي بي اي، عندنا تعرف هذا الستانفورد، الكامبريدج، عندنا كثير من المناهج في كيف توثق المعلومة. هذه أيضا مهارات يجب أن يتعلمها الباحث. لماذا؟ لأنه أنت مثلا عندما تكتب تحت مجلة معينة، مثلا عندنا في جامعاتنا يستخدمون اي بي اي، لكن في جامعات أخرى يقول لك نحن نستخدم شيكاغو مثلا، هنا في ماليزيا أو فانكوفر مثلا أو ما شابه. طيب فهناك في أكثر من طريقة في طريقة التوثيق. الباحث العلمي هو الباحث الذي يجيد أكثر من طريقة، لا يلتزم بطريقة واحدة، عليه أن يتعلم أكثر من طريقة. لماذا؟ لأنه هو قد يقرأ في الدراسات السابقة كتب أو أبحاث استخدمت طريقة توثيق الجامعات الأخرى، وبالتالي عليه أن يكون يعني عنده وعي بأنه ما هي طرق توثيق المعلومات. يعني هذه من الأمثلة، والقضية طويلة يعني. ونحن أيضا عندنا دورة في منصة أريد، ممكن الناس يدخلونها لمعرفة مهارات التي يحتاجها الباحث. نظام عليم، ما هي تجربتي في نظام عليم؟ أولا دعنا نتفق أنه نظام عليم نظام رائع، يعني فكرة إبداعية جدا، وإضافة إلى أنها فكرة إبداعية هي أول نظام للباحث العربي باللغة العربية، فيعطيك المعرف البحثي باللغة العربية. سابقا ما كان موجود، أول من قام بهذا هو منصة أريد، أظن بعد ذلك بعض الناس أيضا حاولوا القيام به، لكن أول منصة هي تفعل هذا منصة أريد. فالفكرة هي رائدة وفكرة يعني عبقرية جدا، هذا الجانب الأول الذي نتفق عليه. الجانب الثاني، مشاريع مثل هذه مشاريع تحتاج إلى دعم مادي ضخم، وربما هذه واحدة من الصعوبات التي واجهتنا في نظام أريد ونظام عليم، أننا ما حصلنا على الدعم المادي المناسب. ولذلك تجد مثلا الريسيرش جيت وغيرها ما تطورت بهذا التطور إلا أنها دعمت بعشرات الملايين من الدولارات. فأنت لما تأتيني بهذا المشروع تعطيني 10 مليون دولار، أنا تكون عندي إمكانية ضخمة جدا، أنا أتي بمجموعة من المطورين، مجموعة من المبرمجين، أتي بمجموعة جيدة من الإداريين، وبالتالي أنا أستطيع أن أنهض المشروع، أجعله مشروع يعني على مستوى عالمي. لكن بحدود الدعم الغير موجود أو الدعم الذاتي أو الاعتماد على الإمكانيات الذاتية، هذا المشروع ما يمكن أن ينمو بقوة ويكون منافس لريسيرش جيت وجوجل سكولر مثلا أو غيرها، ليس بسبب عدم وجود العقلية، وإنما بسبب عدم وجود الإمكانية. فالعقلية موجودة لكن الإمكانية غير موجودة. لذلك كان واحدة من الصعوبات التي أنا يعني رأيتها في نظام عليم، رغم أن المشروع رائد وعبقري ومبدع، لأن واجهتنا الصعوبة في قضية التمويل. ولذلك كنا عندما نريد نعمل أي شيء جديد نحتاج وقت طويل، حتى نقول لو كان ممكن ننشئ بأسبوع أو شهر، نحن نحتاج يمكن سنة أو سنتين حتى ننشئ بسبب عدم وجود التمويل. فهذه كان واحد من الصعوبات. لذلك حقيقة هذه أيضا ثقافة يجب أن تنتشر، يعني يجب المواطن العربي يجب أن يبدأ يفكر أنه تمويل مثل هذه المشاريع هو واجب قومي وديني، لأنك لا يمكن أن تتنافس مع الآخرين إلا أن تكون عندك مشاريعك الخاصة. يعني كيف تتنافس مع ريشارد جيت وجوجل سكولر إذا لم يكن عندك مشروع منافس لهم؟
فحتى تستطيع تتنافس مع الآخرين، تدخل في هذه المنافسة مع الآخرين، وتجد لنفسك، نحن كأمة عربية وكأمة إسلامية نجد لأنفسنا مكان بين الأمم، يجب أن ندعم هذه المشاريع. عندما يأتي عندنا عقول وشباب يحاولون أن يقوم بإنجاز، يعني يجب أن نقوم بتمويلهم ودعمهم. طيب، من القضايا التي يعني التجربة التي وجدتها أن نظام مثل نظام عليم استطاع خلال فترة التي فترة كوفيد أن يقوم بعمل تطوير في العقلية التربوية للتعليم أونلاين، أظنها لم تحدث في تاريخ التعليم في الدول العربية. يعني فجأة صار كل التعليم أونلاين، وبالدول العربية هذا الشيء لم يكن موجود. يعني ما تجرى، يعني لو تذكر مثلا كنا على مستوى العراق لما راد يعملوا امتحانات أونلاين ما عندهم سوفتوير يعني ما عندهم سوفتوير يمكنهم في الامتحان أونلاين. طيب، فاضطروا مثلا يذهبون إلى جوجل، ويعني هذه البرامج التي توفرها جوجل وغيرها من أجل استخدامها، وهي برامج ليست برامج يعني ليست إجزام سوفتوير، هي ليست أنظمة امتحانات، ولكن هي يعني ماذا نقول الليميتد ليرنينج مانجمنت سيستم، يعني نظام إدارة تعليم محدود جدا. طيب، لكن مع ذلك يعني كانت مفيدة في وقتها. لكن أقصد ماذا، يعني عندما حدثت الأزمة والجامعات والتعليم في الدول العربية وجدوا نفسهم أمام شيء جديد ما يستطيعون كيف التعامل معه، منصة أريد كانت واحدة من المشاركين وبقوة بمساعدة التعليم في الدول العربية باجتياز هذه الأزمة، وهذا شيء حقيقة يحسب لمنصة أريد. وأنا أذكر عندما عملنا مثلا دورة مناهج التعليم، أسبوع مناهج التعليم إذا تذكر، كان المشاركين فيه أكثر من 1000، أغلبهم أساتذة الجامعات. يعني هذه واحدة من القضايا، تأتي بـ1000 أستاذ جامعي وتدخلون دورات في مناهج التعليم كيف تقوم بطرق التعليم أونلاين، وكذلك تقويم الاختبارات. إذا تذكر عملنا أسبوع للتقويم الاختبارات، وأيضا الحضور كان أكثر من 700، يعني كان عندنا أكثر من 700 مشترك في هذا الأسبوع في كيفية التقويم أونلاين، تقويم هذا يعني عبر الإنترنت. فهذه أيضا من يعني من خبرتي في منصة أريد وفي نظام عليم، عندما قمنا بإنشاء عليم أنه ساهم بشكل كبير جدا في تجاوز أزمة كوفيد، وهذا شيء يشكر لمنصة أريد، ولكن للأسف إعلاميا يعني لم يسلط الضوء على هذه القضية وعلى دور منصة أريد في تطوير التعليم أثناء جائحة كوفيد. وبلا أعرف، ربما لو نستطيع التواصل يعني لإظهار هذا الدور الذي قامت به منصة. أيضا منصة أريد لا زالت يعني إلى الآن تحاول جاهدة تقديم ما هو مفيد من إنشاء شبكات التواصل بين الباحثين، وإعطاء المجال للباحثين لإنشاء صفحاتهم الشخصية أونلاين أو مدوناتهم. كل باحث يدخل في منصة أريد تكون له مدونته الخاصة حقيقة، وهذه المدونة عندما يكتب عليها يستطيع كل المشتركين في منصة أريد الوصول إليها وقراءتها والتفاعل معها. حقيقة هذه الشبكة الشبكة العلمية التي قامت بإنشاء منصة أريد شيء حقيقة عظيم جدا، ويجب أن يستثمر، يعني حقيقة يجب أن يستثمر، يعني يجب أن 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 تقوم المؤسسات الأكاديمية بدعم هذا المشروع، لأنه يعني هو أعطاك مكان بلاتفورم من خلاله أنت تتواصل مع الآخرين. طيب، ما هي المعوقات؟ المعوقات، المعوق الأول هو التمويل وتكلمنا عنه، المعوق الثاني هو العقلية العلمية العربية، نحن لازال عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 في هذه العقلية. وأظن واحدة من المهام التي يجب أن تقوم بها منصة أريد هو نشر الوعي التربوي أكثر بالتركيز على عقلية التربوي وليس بالتركيز على مهارات التربوي، لأن هذه المهارات إذا لا تتغير العقلية فاكتساب المهارات سيكون بطيء، ولكن مجرد أن نقوم بالتأثير على العقلية التربوية وجعلها عقلية تربوية حقيقية فمهارات التعليم ستكون سهلة بعد ذلك. لذلك أرى أنه واحدة من القضايا التي يجب أن تركز عليها منصة أريد في المستقبل
هو التركيز على تغيير عقلية التفكير التربوي، على السلوك التربوي، وليس على تزويد المهارات. سأعطيك مثال، ولو يعني قد يكون المريض لا يأخذ الدواء إذا كان لا يعترف أنه مريض، فيجب أولا أن يعترف أنه مريض، يجب أن يقول نعم أنا مريض، ذلك ماذا يذهب إلى الدواء. لذلك الذي لا يعترف أنه مريض عندما تعطيه دواء ما يأخذه، يرميه تحت الأرض يمشي. طيب، فهذه واحدة من القضايا الحقيقة التي يجب أن تركز عليها منصة تربية المستقبل، وهو التركيز على الوعي التربوي أو تغيير السلوك التربوي. أيضا واحدة من القضايا التي وجدتها في منصة أريد، الصعوبات والمعوقات التي وجدناها، أن أغلب الناس لا تحب العمل الخيري. إذا كان العمل مجاني فالتعاون يكون محدود جدا. لذلك كنا يعني نعتمد في كثير على العلاقات الشخصية في جذب الشخصيات الجيدة والمؤثرة أو القوية التي تعطي. تذكر مثلا في قضية المخطوطات، يعني كلها كانت قضايا علاقات شخصية، يعني علاقات شخصية هنا وهنا وهناك، حتى استطعنا أن نأتي بأفضل ما هو موجود على الساحة من ناحية المخطوطات لتقديم المحاضرات. طيب، من غير هذه العلاقات الشخصية ما كان يمكن أن نقوم بهذا الشيء. وهذه واحدة من المعوقات، أنه يعني يجب أن يكون هناك تغيير في ثقافة الناس، يجب أن ينظروا إلى العمل، هذا العمل الطوعي هذا الآن في كل العالم. يعني أعطيك مثلا مرة مثال، كنت أسمع كاسيت لعبد الرحمن الشوايط رحمة الله عليه عندما كان يتكلم عن الدعوة في أفريقيا، فمن ضمن ما قال في الكاسيت يقول كنا نذهب إلى قرى نجد فيها مجموعة من المنصرين يتجاوز عددهم 30 شخص، كلهم يحملون درجة بروفيسور دكتور في مجالات مختلفة، واحد في الطب وواحد في الكيمياء وواحد في الأحياء وواحد ما أعرف إيش، كلهم يأتون أثناء العطلة الصيفية أو أثناء عطلتهم ويأتون إلى مكان يقوم بدراسته من أجل أنه كيف يطورونه. فيجب الأحياء يجد البكتيريا، يجد الفيروسات، يجد كذا في هذا المكان حتى يأتون لهم بالدواء ويعلمون الناس كيف يتجاوز. لماذا؟ كله من أجل إدخال الناس هذا عمل تطوعي كان يقوم به من أجل الكنيسة. صارت تأتي لقرية فيها 50-60 بيت تجد فيها 30 بروفيسور، يعني تصور يعني هذا الإيمان عندهم بالعمل التطوعي والعمل الخيري. نحن هذا ما موجود عندنا، يعني الآن تأتي إلى بروفيسور دكتور تقول له أنت في عطلتك الصيفية تذهب إلى غابة أو إلى صحراء في أفريقيا تجلس فيها شهر شهرين مع الناس في خيمهم، تأكل أكلهم هذا البسيط المحدود فقط من أجل تقوم بدراسة. كم بروفيسور عندنا في الدول العربية سيقوم بهذا أو يقبل يأتي معه؟ لكن هذه في دول موجودة وهذه ثقافة منتشرة. لذلك هذا يعني هذه الفكرة واحدة من القضايا التي تكون نواجهها في منصة أريد، أنه عندما نطلب من الناس، لأنه منصة غير ربحية وبالتالي ما نستطيع أن ندفع، ما عندنا تمويل، نحن تمويلنا ذاتي وما عندنا تمويل قوي لا من حكومات ولا من مؤسسات ولا من غيرها، وتمويلنا يكون تمويل ذاتي، فما نستطيع ندفع إلى الناس. فعندما نطلب من الناس يأتون لتقديم محاضرات دورات كذا كنا نجد الصعوبة في هذا، فنضطر لماذا؟ لأن هذه عقلية أو روح العمل الطوعي غير موجودة. فهذه واحدة من الصعوبات التي واجهناها في منصة أريد، أنه عدم وجود الكوادر التي تستطيع أن تمنح مجانا، تمنح سواء العلم المهارة الوقت الإدارة المال مجانا من أجل دعم هذا المجال. نعم، هذه ما هي منهجيتي في العمل؟ طيب، المنهجية مبنية على أسس. الأساس الأول اتباع المناهج العلمية الحديثة. ما معنى اتباع المنهجية الحديثة؟ أنت عندما تريد أن تقوم بالتعليم يجب أن تكون أو تتبع طرق أو أساليب الآيزو. فأنا أستخدم هذه الأساليب في كل شيء، يعني حتى عندما أقوم بعمل محاضرة خارج الجامعة، محاضرة شخصية، أقوم بتطبيق قواعد الآيزو عليها، فأفعل المخرجات مثلا، والمخرجات بعد ذلك أضع لها المفردات، ثم أضع لها طرق كيف أقوم بتقييمها أو كيف أقوم بأخذ تغذية راجعة عنها. فهذه أول شيء. ثانيا، عندما أقوم بتصميم أو
بتعاون مع أي جهة أقوم بعملية البحث. يعني ما أذهب لهم مباشرة إلا أخذ معلومات كاملة، ثم بناء على هذه المعلومات أقوم بتصميم ما يناسبهم. لأن انظر، نحن عندنا قضية في التعليم هذه مهمة جدا، عندنا الطموح وعندنا الواقع، وبعض الأحيان المسافة بين الطموح وبين الواقع بعيدة جدا. فعندما تذهب لهم، فعندما تقول مثلا هذا هو ما يجب أن يفعل، هو بالنسبة لهم هذا خيال علمي. يعني مثلا ذهبت إلى سريلانكا، الناس في سريلانكا يعني إمكانيات ضعيفة، الدولة تحاربهم، مسلمين أقلية، المؤسسات الإسلامية ما فيها أي كفاءات. فعندما تكلمت عن يعني الذي يجب أن يحدث بالنسبة لهم، هذا إيش؟ هذا فين؟ في أي عالم؟ في أي زمان؟ هل هذا موجود يعني في زماننا؟ بالنسبة لهم خيال علمي يعني. وبالتالي يعني بحكم هذه الخبرات والزيارات وكذا، تطورت عندي فكرة أنه أنا عندما أذهب إلى ناس يجب أن أعرف الواقع، وبناء على هذا الواقع عندما أذهب لهم أنا أتكلم عن الطموح، لكن وأنا أتكلم عن الطموح أنا أتكلم عن الواقع وكيف يصلون أو ينطلقون من الواقع إلى الطموح. يعني هذه قضية مهمة جدا، لأنه عندما تذهب تقول له أنت يجب أن تفعل كذا كذا، يقول لك هذا ما يمكن، يعني هذا مستحيل بالنسبة لي. فأقول له لا، أنت الآن ما تبدأ هكذا، أنت الآن تبدأ هكذا، لكن حتى تصل هذه الخطوة الأولى، هذه الخطوة الثانية، هذه الخطوة الثالثة، هذه الخطوة الرابعة، الخطوة الخامسة ستكون. فأنت تعلم على الطريق، وبالتالي يبقى على هذه القضية كما يقول اختيار، هم يريدون أو لا يريدون. أنا بالنسبة لي أنا أعطيهم ما هو موجود أو كيف يفعلونه. فهذه يعني من ضمن نهجتي، أنه أنا أقوم بالبحث والدراسة لرسم خطة للتطوير. عندما أذهب إلى أي مؤسسة أقوم بتطويرها. منهجيتي أيضا منهجية الاستيعاب. استيعاب ما معنى استيعاب؟ أنت دائما عندك في كل مؤسسة تعليمية، وليس فقط مؤسسة تعليم، في كل المؤسسات تجد هناك دائما في صراع لأسباب كثيرة، وهذا الصراع في كثير من الأحيان يؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات. بعض الأحيان هذا الصراع ليس عن سوء نية، ولكن كطبيعة بشرية. يعني أعطيك مثلا مثال، من القائد؟ من المسؤول؟ من المدير؟ من رئيس القسم؟ من العميل؟ من معاون العميل؟ من يترأس هذا؟ من يترأس ذاك؟ من يؤلف الكتاب؟ من رأيت كيف؟ أمور كثيرة هذه قد تسبب صراع أو تسبب عرقلة للعمل وللتطوير. عادة أنا عندما أذهب إلى مؤسسات أقوم بتطوير معهم، أقوم بعملية الاستيعاب، أجعل الجميع يشعر أنه هو رابح من هذه العملية، أنه هو هناك شيء له سيتحقق له. وهذه دائما يقول لك what is for me، يعني عندما تقول له أدخل في مشروع أدخلها، يقول لك what is for me، يعني ماذا أدخل معك. فأنا أحاول دائما أن أستوعب هذا، بحيث أجعل لهم لكل شخص يعمل في هذا المشروع منفذ أو باب، لأنه هو يستفيد من هذا التطوير الذي سيحدث، وبالتالي سيساهم في التطوير، لا يقف عرقلة أمام التطوير. طبعا بالتأكيد لن تجد كل الناس يتعاونون معك، لكن أنت تتكلم عن استيعاب ما يمكن استيعابه. هذه قضية يعني واحدة مهمة حقيقة في قضية تطوير المؤسسات. يعني عندما تقوم بتطوير المؤسسات يجب أن تضع هذا في الحسبان. وأعطيك مثلا من الأمثلة، هناك تضارب بين المصالح الشخصية وبين مصالح المؤسسية، وخصوصا في المؤسسات الحكومية، لأن المؤسسات الأهلية صاحب المؤسسة قادر على اتخاذ قرار صارم، سيف لا يصلح أخرج أنت مفصول انتهت المسألة. هذا ما يمكن حدوثه في المؤسسات الحكومية، المؤسسات الحكومية مرتبطة بموازين وقوانين ولوائح وأنظمة وتعرف وعلاقات فأنه وجود الشخص الذي يستطيع اتخاذ إجراء صارم لا يمكن. وبالتالي الأشخاص الذين يريدون مصالح شخصية في المؤسسات الحكومية يجدون لهم منفذ واسع. مثلا أعطيك مثلا مثال، أنا ذهبت إلى مكان ما، طبعا لأنه بسبب التسجيل ما نقول الأسماء، أنا ذهبت إلى مكان ما، هم ما عندهم أوقات عمل للأستاذ، وهذا طبعا مخالف للأيزو. الأيزو يجب أن يكون عندك أوقات عمل معروفة من إلى، وهذه الأوقات العمل من إلى يجب أن تكون مقسمة. يعني الأيزو ما يمكن تكون أنا أيزو وأنت ما عندك أوقات عمل منظمة. يعني مثلا على سبيل المثال أنت أستاذ، يقول لك كم ساعات العمل في اليوم عندك؟ تقول عندي 8 ساعات. طيب هذه 8 ساعات كيف مقسمة؟
فتقول مثلا 4 ساعات في الفصل يعني أنا أدرس. طيب الأربع ساعات الأخرى مثلا يقول لك ساعة للقضايا الإدارية، ساعة لقضايا مثلا البحث العلمي، ساعة لتطوير أو قراءة المنهج مثلا. فيجب أن يكون عندك أنت ماذا، يكون عندك هذا النظام اللي هو. أنا هذه المؤسسة ما عندهم. قلت لهم طيب الدولة، أنتم مؤسسة حكومية، الدولة ماذا تقول؟ يقول الدولة مثلا نظامهم مثلا دعنا نقول الدوام من الساعة 8 إلى الساعة 2 هذا الحكومي، لكن نحن بما أننا مؤسسة تعليمية فهذا ما يشملنا. طيب ليه ما يشملنا؟ ذهبنا للإدارة قالوا لا الإدارة يشملنا، إحنا مؤسسة حكومية نظام العمل الحكومي يشملنا من 8 إلى 2 يجب أن يشملنا هذا القانون. طيب الأساتذة لما يأتون هنا المصالح الشخصية، لأن الأستاذ ما يريد يحضر دائما في المكتب وكذا، يأتي يقوم محاضرة ويخرج. بعض الأساتذة ماذا يفعلون؟ لأنه رئيس القسم صاحبهم وصديقهم ينسقوا العمل أن يكون جدولي مثلا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء فقط، فيدرس كل الدروس وبقية الأيام تبقى عنده ما عنده دروس وما يأتي للجامعة. رأيك كيف؟ طبعا كيف تطور الجامعة إذا كان الأساتذة أصلا ما يأتوا للجامعة؟ أنت من يطور الجامعة؟ من يطور لك المنهج؟ من يطور لك الإدارة؟ من يطور لك وعملية التطوير؟ من يقوم بها؟ تحتاج إلى الأكاديميين يقومون فيها صحيح؟ حتى تقوم بتقليل هذا التضارب بين المصالح الشخصية وبين مصالح المؤسسة، يجب أن تجعل للأشخاص فائدة في التطوير. هو يشعر ما فائدة مادية، فائدة في الترقية، يعني فائدة في هذه المسألة. نعم، فهذه طبعا هي عملية الاستيعاب، يعني أنت كيف تستوعب الناس. هذه طبعا يجب أن تقوم بدراسة الواقع قبل الذهاب، يعني ما يمكن تأتي تذهب طيب يعني هذه من المناهج التي أنا أقوم فيها من التطوير. أيضا نحن عندنا شيء في المناهج وهو الحداثة، والموجود في دولنا العربية لا علاقة له بالحداثة. ولذلك أنا عندما أذهب أو تكون استشارتي أو بعض المؤسسات يأتون إلى هنا ويسألون، الذي أفعله هو أرى مدى علاقتهم بالحداثة، وبالتالي كيف تستطيع أن توصلهم إلى مرحلة الحداثة. طبعا الحداثة لا نتكلم بمفهوم الحداثة في المفهوم الذي حدث يعني في الثقافات في طيب ما يسمى الحداثيون لا نتكلم عن الحداثة بمعنى آخر ما وصل إليه العلم والمعرفة في هذا المجال، ما يسمى يعني الابديت. فاحنا كيف نجعلهم اب تو ديت، يعني كيف نجعلهم في احدث ما يمكن. بعض الاحيان تجد الفارق بين المنهج الموجود او المناهج والعلوم الموجوده وبين الحداثه شاسعه جدا. فحتى توصلهم لهذه الحداثه فعندك تجي اول مرحله الوعي، ثم مرحله التدريب، ثم مرحله الانجاز او مرحله التطوير. فهذه 3 مراحل يجب ان تقوم فيها. أنت حتى تقوم بهذه المراحل يجب ترى استعداد المؤسسة للقيام بهذا العمل. فبعض الأحيان هناك معوقات، فأنت يجب أن ترسم خطة كاملة لهذا. لذلك أنا قبل ما أذهب أنا أرسم هذه الخطط عن طريق معلومات البحث، التقصي، السؤال، أمور كثيرة. يعني مثلا عندما ذهبت إلى 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 إندونيسيا الذهاب، لأنني ما عندي معلومات، يعني هذه أول مرة أذهب وما أعرف شيء. فقلت لهم الجولة الزيارة الأولى استطلاعية، أنا في الجولة الأولى لن أقوم بمحاضرة، لن أقدم محاضرة، لن أقوم بتدريب، لن أقوم بأي شيء الاستطلاعية. فجعلت الجولة الأولى أنا فقط جلست معهم تقريبا 6 أيام أو 5 أيام فقط أسأل أخذ معلومات، أخذ ملفات، عندكم كذا إن أعطوني، عندكم كذا من المدير فلان، أجلس معه أسأل أسئلة وأكتب الإجابات ففقص لماذا؟ لأنه حتى تكون عندي صورة وبالتالي أنا أعرف كيف أساعدك. فأنا منهجيتي مبنية دائما على هذا، أنه أنا عندما أقوم بتطوير منهج أو الذهاب إلى جامعة أو كذا لا أقوم فقط بتقديم محاضرات، وإنما أرسم صورة كاملة للمكان الذي سأذهب له، ما هو واقعهم، أين وصلوا، ماذا عندهم، ما هي مشاكلهم، ما هي المعوقات، ثم نرسم صورة بعد ذلك كيف نجعل لهم مراحل في الوصول إلى ما يجب أن يصلوا إليه. وهذه طبعا هي حقيقة فكرة الايزو. يعني نحن عندما بدأنا بالايزو اول يوم في الدورة اعطونا يسمونها الجولدن رولز، قواعد ذهبية. الايزو عندهم قواعد ذهبية، اول ما تدخل يقول لك هذه قواعدنا الذهبية، احفظ القواعد الذهبية، استوعبها، خلاص الايزو بعد ذلك ما تحتاج تقرأ الكتاب
إذا أنت يعني تربوي وعرفت القواعد الذهبية انتهى الأمر. بقية المفردات سهلة جدا. فأول شيء يقول لك مثلا في الآيزو يقول لك كل شيء غير مكتوب غير موجود. هذه القاعدة الأولى. لذلك الآيزو أول ما يأتي لك يقول لك أنت مثلا عندك مثلا ما هو نطاق العمل للأساتذة؟ تقول له واحد يقول لك أعطيني ورقة. تقول له ما عندي. يقول لك إذا ما عندك خلاص. تقول له عندنا نحن متفقين. يقول له هذا الكلام غير يعني الآيزو ما يقبل من هذا الكلام. احنا اتفقنا. يقول لك فين اتفقتوا؟ عندكم اجتماع؟ جلسوا في اجتماع؟ اتفقتوا؟ نعم جلسنا. فين الاجتماع؟ فين محضر الاجتماع؟ ما عندنا. اذا ما موجود. يجب ان يكون. اذا يقول لك هذه القاعده الذهبيه اي شيء غير مكتوب غير موجود. تقول احنا متفقين هذا متعارف عندنا ثقافه. يقول لك هذه لك ما لنا. احنا بالنسبه لنا نريد شيء مكتوب. طيب لما تعطيهم شيء مكتوب القاعده الثانيه اي شيء مكتوب ليس وفقا للانظمه مرفوض. أنت تعطيني شيء مكتوب لكن المكتوب مخالف للأنظمة. مثلا أنت تعطيني مثلا تقويم اختبارات فماذا يقول لك؟ يأخذ تقويم الاختبارات يقول لك أنت أي 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 نظرية تستخدم؟ أنت في عملية تقويم تستخدم أي نظرية؟ أي مدرسة تقول مثلا المدرسة الفلانية أو النظرية الفلانية؟ يأتون بهذا المكتوب يضعونه مع هذه النظرية متوافق. يقول لك موافقين. هم ما يقول لك اختار أي شيء. هم ما يفرضون عليك شيء لأن أنت صاحب المؤسسة. أنت صاحب الفلسفة لكن هم فقط يتأكدون أنك أنت تتبع فلسفة. فأين فلسفتك؟ يقول له كذا. يقول أعطيني. فيقارنون ما هو مكتوب مع الفلسفة. متوافق؟ يقول لك خلاص وافقنا ماشي. رأيت كيف؟ فعندهم قواعد ذهبية في 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 الآيزو. أنا عندما أذهب للمؤسسة لتطويرها أستخدم هذه القواعد لكن ما أقول لهم هذه الآيزو. يعني هذه منهجيتي في العمل. فأنا أطبق هذه الأشياء. فالآيزو ماذا يقول لك؟ يقول لك أنت ما يمكن تأخذ الآيزو في سنة. ما يمكن. يعني ما في واحد يأتي يأخذ إلا أنت ماخذها سابقا وتأخذ النسخة الجديدة. نعم. لأن الآيزو تعرف فيها نسخ. طيب فأنت تأخذ يعني النسخة الأولى أول ما تبدأ بالآيزو تبدأ بالنسخة الأولى يعني الفيرجن وان هذا. فلما تأخذ هذه النسخة الأولى من عندهم فهم يقول لك أنت كم تحتاج حتى نعطيك الشهادة؟ يطلب يسألونك تقول لهم ستة أشهر. يقول لك لا تعذرنا ما في واحد يأخذها بستة أشهر. تقول لهم سنة يقول لك لا نحطك سنتين. هم يعني دائما ليه؟ لأن يقول لك أنت تحتاج وقت لأن هذه الإجراءات وهذه الأشياء هذه تحتاج وقت. ما واحد يستطيع أنه شيء غير موجود يجعله موجود بسرعة. يحتاج وقت. نعم. دعنا نتفق أولا أن التنمية مطلوبة وضرورية لأي شخص كشخص ولأي مؤسسة كمؤسسة. فأنت لا يمكن أن تطور الأشخاص ولا يمكن أن تطور المؤسسات من غير تدريب. التدريب يحتاج إلى معلومات يحتاج إلى كفاءات إلى مهارات. فالتنمية مطلوبة. لذلك في كل مؤسسة تجد قسم التنمية البشرية قسم الموارد البشرية عادة يهتمون بهذه الأمور. فإذا نحن نتفق جميعا على هذه الفكرة. ولكن ما هي المشكلة السائدة الآن في التنمية البشرية؟ أنه صار كل الناس تقدم برامج وتقول هذه تنمية بشرية. هنا المشكلة. فصارت فوضى. فذلك هذا يقول لك مدرب تنمية بشرية مدرب تنمية بشرية. طيب يعني مثلا أعطيك مثل مثال لما كنا في منصة أريد لما كنت مسؤول عن نظام عليم في واحد من دولة ما لا نذكر أسماء الدول تواصل معنا يريد أن يقدم عندنا دورات. فقلت له أنت ماذا؟ قال خبير تنمية بشرية. فقلت له ما هو تخصصك؟ قال سأرسل لك السي في. فأرسل السيرة الذاتية. هو خبير تنمية بشرية في كل التخصصات إدارة اقتصاد محاسبة ذكاء بتاع كله وهو عمره 23 سنة. وقال أنا عندي هذا الموقع عندي كذا وعمل دورة كذا وعمل دورة كذا وعمل رأيت كيف؟ وعنده يوتيوب على اليوتيوب عنده بعض الفيديوهات وكذا. طبعا نحن يعني أنا كأكاديمي بعد هذه الخدمة الطويلة في المجال الأكاديمي صارت عندي قناعات معينة أنه الكفاءة يجب أن تكون مثبتة بوثائق. أنت تقول أنا مثلا متخصص إدارة. أول سؤال أسألك ما هي شهادتك؟ من أعطاك هذه الكفاءة؟ من يعني يزكي هذه الكفاءة؟
تقول أنا عندي مثلا شهادة من جامعة الفلانية، إذا كانت هذه الجامعة الفلانية جامعة جيدة معترف بها أهلا وسهلا، المرحلة الأولى انتهت، ندخل في المرحلة الثانية، ما هي خبراتك مثلا؟ لكن المشكلة ماذا؟ المشكلة أنه الآن موجودين في مجال التربية، فقلت له من أين؟ يقول أنا أخذ دورة فلان، يعني هو دخل دورة معينة قال أنا صرت خبير. فتقول مثلا أنا عندي في الذكاءات، مثلا في الذكاءات، تقول له من أين لك هذه الدورة؟ من أين أخذت هذه الذكاءات؟ يقول أنا أخذت هذه الذكاءات مثلا مع المدرب الفلاني. هل أنت أخذت دورة مع المدرب الفلاني أنت صرت خبير؟ رأيت كيف؟ فهذه النقطة. لذلك نحن عندنا يعني صار عندي قناعة، الذي يريد أن يتكلم في التنمية البشرية عليه أن يكون متخصص في المجال الذي يعطي فيه الدورة. مثلا عندنا إدارة، يجب أن تكون متخصص في الإدارة من مؤسسة موثوقة، بخلافه إذا تقدم دورات في الدورة البشرية الذين يتخرجون من عندك أنا لا أعترف بهم، لأنهم ما في شيء موثوق. أنت تقول أنا متخصص في مثلا في كذا، أقول لك عندك شهادة في هذا من جامعة معترف بها؟ تقول لي نعم، أقول لك أهلا وسهلا. ما عندك؟ تقول لي اعذرني. رأيت كيف؟ فهذه المشكلة في التنمية. لذلك السائد الآن في التنمية البشرية هو ليس تنمية بشرية، هو مجرد سوق لسحب الأموال من الناس، ولأن الناس تحتاج إلى شهادات حتى يذهب إلى العمل، إلى الترقية، إلى غيره إلى غيره، يحتاج إلى شهادة. فهؤلاء يأتون يعطونك شهادة، يجلسونك يوم أو يومين، يعملوا لك دورة، يعطوك كم معلومة، يعطوا لك كم نكتة، كم مزحة، كم كذا، وانتهت الدورة، أعطوك شهادة وخلاص وانتهت المسألة. هل هذه التنمية البشرية؟ لا. واحدة من أهم قضايا التنمية البشرية، عندما تأخذ دورة في شيء ما يجب أن نضمن تطبيقك لها ثم يقوم بتقويمك. ليه؟ أنا أعطيك مثال الآن. أنا الآن أعلمك 10 جمل باللغة الفرنسية، أنت ما تعرف لغة فرنسية، أنا أعلمك 10 جمل باللغة الفرنسية، الآن أعلمك كيف تنطقها وأعلمك معناها، ثم أتركك شهر وأتيك أقول لك قل لي هذه الجمل، هل تتذكرها؟ إذا لا تستخدمها يوم ثاني يوم صارت تنساها. فلذلك واحدة من القضايا التنمية البشرية مو فقط أنت ذهبت ودخلت الدورة، لا لا، أنت عندما دخلت دورة تنمية بشرية بعد الدورة يجب أن تكون تمارس، وبعد الممارسة يكون هناك تقويم لأدائك. هل أنت أجدت؟ ما أجدت؟ عندك عيوب؟ تحتاج إلى دورة أخرى؟ هذه القضايا غير موجودة في التنمية البشرية. يأتيك يعني عندنا مثلا نحن يعني لجنة اختيار الأساتذة، يأتينا واحد متخرج بالبكالوريوس قبل شهرين، يعطينا الملف هذا حجمه، نفتح هذا عنده 50 شهادة، الآن متخرج الآن بكالوريوس، متخرج بكالوريوس الآن قبل شهرين، عنده 50 شهادة كلها تنمية بشرية. رأيت كيف؟ فوضى، يعني شيء فوضوي. لذلك أنا بالنسبة لي عندما تقول لي تنمية بشرية أقول لك التنمية البشرية إذا لا تكون عن طريق مؤسسات أنا لا أعترف بها، يجب أن تقوم عن طريق مؤسسات. أي تنمية بشرية عن غير طريق المؤسسات فهي إضاعة وقت ليس أكثر. قد تكون على هذا لا يمنع أن هناك بعض الدورات في التنمية البشرية مفيدة، لكن السؤال أنا كيف أضمن هذا؟ يعني ما هو الضمان عندي أن الدورة التي أخذتها مفيدة؟ تأتي تقول أنا أخذ دورة مع المدرب الفلاني وهو جيد، أنا سؤالي كيف أنا أضمن أن هذا جيد؟ صحيح؟ فالموثوقية الوحيدة اللي عندي المؤسسة، أن تكون أنت صادرة من مؤسسة. لذلك الآن كل دول العالم عندما تأتي بشهادة إذا تعمل في القطاع الخاص يقول لك ما لنا علاقة، لكن أول ما تأتي للقطاع الحكومي يقول لك من أين أخذت الشهادة؟ أول سؤال هذا، يعني ليه في كل الدول؟ يعني مثلا هنا في ماليزيا الآن أنت إذا متخرج مثلا من جامعة فلانية، جامعة نتعامل معها، جامعة عربية موجودة هنا نتعامل معها، إذا تذهب المؤسسات الحكومية ما يقبلون الشهادة، ما يقبلون من هذه الجامعة، القطاع الخاص يقبلونها. لكن عندما تذهب إلى المؤسسات الحكومية، جامعتنا عندما تأتي ما يقبلون، تقول عندي ماجستير من هذه الجامعة ما نسمح لك تدرس دكتوراه من هذه الجامعة. ليه؟ لأنه هذه القضية، يعني يقول لك ما هي الموثوقية، موثوقية المؤسسة التي أنت أخذت معها الشهادة أو الوثيقة. يعني فهذه قضايا التنمية البشرية. نعم والله تعالى. هل ينصح بدراسة التربية وعلم النفس لمن أراد تخصص آخر؟ لا، التخصص الآخر يعتمد على التخصص الأول وعلى ماذا تريد أن تعمل. يعني مثلا أنت مبرمج وتريد أن تعمل وتأخذ تخصص آخر، فأنت ممكن تحتاج في الإدارة، لأن أنت
يعني رائع ومبرمج وممكن تعمل سوفت ويرات ولكن ما تعرف كيف تدير المشروع، فتحتاج الى دوره في الاداره. انت ماذا تنفعك التربيه وعلم النفس؟ ما تنفعك شيء. انت مثلا عندك مشكله في القضايا الماليه، ما تعرف ان تدير المشروع ماليا، عندك مشروع، انت مثلا دعنا اعطيك مثلا مثال، في بعض الاطباء المتخصصين يفشلون بسبب عدم قدرتهم على الاداره الماليه للمشروع. فمره كنت يعني مع طبيب اخصائي، كنت مريض والتقيت به وكذا، وكانت عندي هذا دوده المعده يسمونها جرثومه المعده هذا تسموها وكذا، فبقيت فتره يعني تقريبا اشهر يعني معها، يعني لان كانت قويه وكان ثلث المعده هذا هذه النتوءات انمسحت بسبب هذه الجرثومه، ثلث المعده. فاخذت معها فتره طويله يعني الى ان الحمد لله يعني ذهبت وشفيت منها يعني. فصارت بيني وبين علاقه يعني من كثر زيارتي تردد الى وكذا. فهذه التي تدير المكتب كانت يعني ليست جيدة في التعامل الشخصي، يعني عندها مشكلة يعني. فأنا في يوم من الأيام قلت لها هذه يعني متعبة، عندما نأتي هي تتعبنا في التعامل، يعني ليست ودودة في التعامل. قال أعرف لكن لا أستغني عنها. قلت له لماذا لا تستغني عنها؟ قال أنا قبل لا تأتي هذه المكتب فشلت من الناحية المالية، صارت عندي مشاكل مالية كثيرا في 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 عيادتي هذه. فجئت بهذه، كان عندها خبرة في مكان آخر، وجئت بها فالأمور المالية تحسنت عندنا. فأنا الآن أمور المادية جيد ومرتاح من الناحية المالية، ما أفكر في هذا بسببها، فلذلك أتحمل بعض مساوئها. رغم أنه هو جراء يعني هو أخصائي مشهور جدا في ماليزيا ومعروف جدا يعني، رأيت كيف؟ لكنه لما جاءت للإدارة المالية فاشل، ما استطاع أن يدير المشروع ماليا يعني. فلذلك لما تقول لي ما هو التخصص الثاني، التخصص الثاني يعتمد أول على التخصص الأول، ويعتمد على أنت ماذا تريد أن تعمل، وبالتالي تحدد ما هو التخصص الثاني. هو في طبعا في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى تكلمنا عنه هذا قبل ذلك، هو الآن يعتمد كله صار يعتمد على تقنية الذكاء الصناعي. الآن هم متجهون في تعليم اللغة العربية فقط، يعني كل اللغات عندما تعلم اللغة كلغة ثانية. الآن في شركات كثيرة يعني تخرج بعض الإعلانات أو تقارير وكذا، يريد أن يقوم بعمل برامج مثل هذا الإنسان الآلي أو الرجل أو الروبوت أو كذا، لكن عن طريق يعني الأونلاين، الذي هو عندما أنت تتحدث معه هو يفهم ماذا تقول ثم يقوم بالتفاعل معك وتعليمك اللغة. فأنت مثلا عربي تريد تتعلم اللغة الإنجليزية، هو يعرف، هو هذا السوفتوير عندما تتحدث كاميرا تضع وتتحدث، هو يسمع هذا الكلام السوفتوير فيقوم بتحليله، بعد ذلك يعني يقوم بإجابتك ويقوم بتعليمك ويقوم بقيادتك خطوة فخطوة إلى أن تتعلم اللغة. فالآن التوجه هو هذا الآن الموجود، أنه يقوم بعمل هذه إنشاء السوفتويرات التي هي تعليم ذاتي، أن تتعلم أي لغة في العالم هو يعلمك إياها. هذه طبعا تعرف تحتاج إلى برمجة عالية، إلى تقنيات عالية جدا. طبعا مايكروسوفت وغيرهم الان يقوم يعني يقوم بهذا، هذا ايلون ماسك يقوم الان عنده مشروع مثل هذا، بيل جيت مايكروسوفت عنده مشروع مثل هذا، فالشركات العظمى. لكن يعني انا سؤالي، هل نحن في الدول العربيه والاسلاميه تنقصنا الامكانيات الماديه لان نقوم لكل مشروعنا الخاص؟ هذه لغتنا يعني، هذه اللغه العربيه هي لغه دين ولغه يعني لغه قوميه، واضافه الى لغه قوميه هي لغه دين. فهل يمكن يعني هل من المعقول أننا نحن نهمل هذه اللغة إلى درجة أننا لا نقوم بتمويل المشاريع لتطويرها ولتطوير طرق تعليمها ولتطوير المراكز التي تقوم بنشرها؟ شيخي البرامج الآن، كل برامج العالم تبنى على الحاجات. يعني الآن مثلا يعني أعطيك مثلا مثال، أنت لماذا تتعلم اللغة؟ أنت ما عندك وقت تجلس عندي سنتين ثلاثة حتى أعطيك بكالوريوس لغة عربية. فأنت عندما تأتي تتعلم اللغة، أغلب الناس يتعلمون اللغة الثانية يتعلمونها لحاجات شخصية. فأنت الآن برامج تبنى على هذا الأساس، والبرامج التي تبنى على يعني على حاجات شخصية هذه تقوم بدراسة الحاجة الشخصية وتصميم المنهج لها، وهذه موجود خبراء يعني أنا أستطيع أقوم بهذا، وليس أنا فقط، كثير في العالم خبراء يستطيعون أن يقوم بهذا. فهمت كيف؟ فهذه يعني قضية عندما تقول بناء المناهج، هل يوجد منهج واحد يقوم بكل شيء؟ لا. هذا بعضهم يعني أذكر مرة كان في محاولة عندنا في الجامعة،
في أحد الأساتذة ألف كتاب وكتب عليه تعليم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، يعني كيف اسم رنان. طبعا هذا الكلام غير علمي يعني غير دقيق، وإنما الكلام العلمي الدقيق أنه أنت عندما مثلا أنا أدرس، مثلا أنا نقول في العراق، الذي يريد يأتي يدرس في العراق وهو غير عربي، أنا أدخل دورة في العراق وبالتالي أصمم له منهج لتعليم اللغة العربية بما يتلائم مع برنامجه، هو يدرس طب، يدرس هندسة، يدرس إدارة، يدرس علوم إسلامية، ماذا يدرس، وبناء على ماذا يدرس ممكن أصمم له منهج. فمثلا طالب الطب هل يعني يحتاج أعلمه اللغة العربية والنحو والصرف وال ما يحتاج هذا، ما يحتاج أعلمه كان وأخواته وإن وأخواته والكيف والمصادر والصرف، ما أدخله في هذه المعمعة، ما يحتاجه. هو رجل يحتاج أن يدرس الطب، مصطلحات الطب أغلبها مكتوب باللغة الإنجليزية، يحتاج فقط communication language، عندما يجلس في الفصل يتكلم الأستاذ، هو يستطيع أن يفهم على الأستاذ ويتابع الدرس مثلا على سبيل المثال. فأنا هذا أصمم له برنامج بناء على ما يحتاجه، صحيح؟ هل أحتاج أنا أشغله سنة كاملة أو سنتين يدرس اللغة العربية ويتحدث متحدث طليق باللغة العربية؟ هو ما جاء لهذا الغرض، هو جاء لأسباب خاصة، رأيت كيف؟ وهكذا طبعا مثلا بعضهم يذهبون للعمل مثلا مثلا هذا ما خاصة في الخليج، الخدمات وما يشمل هذه العاملات في البيوت وكذا، هذه ما تحتاج تعلمها الفاعل والمفعول هذه تحتاج تعلم هذا، هذه ملعقة وهذه سكين وهذا قدر وهذا بامية وهذا دجاج، تعلم هذه المصطلحات، وهي ما تحتاج أكثر من هذا. فأغلب الناس يعني أغلب المتعلمين اللغة العربية هم يجون العربية لأغراض خاصة، أما تعلم اللغة العربية كتعلم لغة احترافية طبعا هذه يصمم لها منهج خاص. يعني نحن وعندنا منهج كثيرة، يعني نحن مثلا في جامعتنا عندنا منهج، الأزهر عندهم منهج، الجامعات السعودية جامعاتهم القرى عندهم منهج جيدة حقيقة، ما ينقصها شيء. يعني أنت ما تحتاج المناهج إلا مسألة تحديث المفردات بسبب وجود مفردات جديدة وكذا، تحديث أما كنظام تعليمي تعليم اللغة العربية، أم القرى عندهم برنامج رائع جدا حقيقة، الأزهر عندهم برنامج رائع جدا، كيف؟ الأردن مثلا عندهم أكثر من جامعة عندهم برامج رائعة جدا حقيقة. فنحن ماذا قصنا يعني المناهج لهذا موجودة كلها يعني، لكن الذي ينقصنا هو الاعتناء بهذه المراكز التي تعلم اللغة العربية، تزويدها بإمكانيات لتطوير البحث، لتطوير استخدام الحوسبة، الحوسبة لا زالت ضعيفة جدا جدا. لذلك قبل فترة لما أرسلت لي الأخوة السوريين اللي عندهم هذا البرنامج الحوسبي لتعليم، حقيقة لو أنا عندي فلوس أمولهم، ليه؟ لأنه نحن بحاجة لهذه المشاريع، أنك تدخل الحوسبة في تعليم اللغة العربية، ما عندنا هذا كثير، عندنا الآن محدود جدا. طيب لماذا لا، نحن أمة غنية، عن أمنا عندنا أموال ولغتنا هذه نحبها نعتز فيها، لماذا لا ننفق أموال لإدخال الحوسبة في تعليم اللغة العربية، صحيح؟ فمثل هذه الأمور يعني في مجال تخصصي في المستقبل نحتاج إلى هذه الأمور. لو أنا عندي إمكانية أو عندي سلطة بالتأكيد سأعمل على هذا، سأعمل على أولا دعم المراكز التي تقوم بتعليم اللغة العربية، تطوير التجهيزات الموجودة في هذه المراكز، تطوير الحوسبة في تعليم اللغة العربية، إنشاء ماذا يسمونها هذا النتورك أو ماذا نقول باللغة العربية يعني شبكة التواصل بين هذه المراكز. لأن ما عندنا يعني مثلا الآن مراكز تعليم اللغة العربية في المغرب، المغرب عندهم كثير غير عربي يدرسون هناك، لكن في المغرب الجامعات ما عندها تواصل مع السعودية، هذا النتورك لازم منصة، أريد واحدة من المنصات التي تصلح لهذا العمل يعني أنت الآن عندك من يعلمون اللغة العربية في المغرب، لكن ما عندهم تواصل مع السعودية، ما عندهم تواصل مع الأردن، ما عندهم تواصل مع الأزهر، ما عندهم تواصل مع العراق. طيب ماذا نريد قاعدة أو بلاتفورم الذي يربط هؤلاء جميعا ثم يقوم بالتنسيق بينهم، تعرف هذا كم سيساعدنا، كم سيطور هذا العمل. أنا في المستقبل لو عندي إمكانية سأعمل هذا، يعني هذه واحدة من القضايا التي أنا ممكن أعمل عليها في المستقبل لو توفرت الإمكانيات. دعني أعطيك مثال، أنت الآن متزوج وعندك أطفال، فما هو واجبك تجاه أطفالك؟ ما الذي يجب أن تعمله تجاه أطفالك؟ يجب أن تقوم مثلا بتعليمهم صحيا، تعتني بصحتهم من الناحية المادية، توفر لهم بعض المال، هذه الواجبات. لماذا تعمل هذا؟ يعني ما هو السبب، لماذا أنت تعمل هذا؟ لماذا تقوم بهذا التعب وهذا الجهد لتطوير عائلتك؟ لأنهم أهلك. فالباحث في مجتمعه هو هكذا
يعني هؤلاء المجتمع، من هو المجتمع؟ هو أبوك، أمك، أخوك، أختك، ابن عمك، ابن خالك، صديقك، جارك، هؤلاء الناس هم أهلك. فأنت واجبك تجاه هؤلاء الناس أن تقوم بعمل ما يساعدهم على النهوض والتطور. هذه هي المسؤولية المجتمعية على الباحث. هل المال؟ نعم المال مهم، والباحث عندما يقوم بالبحث يستحق أن يعطى مال أو مقابل هذا الجهد، لكن الهدف الرئيسي للباحث يجب أن لا يكون المال. الهدف الرئيسي للباحث أن يكون هو كيف أقوم بعمل بحث يقوم بتطوير مجتمعي ورفع أبناء بلدي وأبناء جلدتي للمنافسة مع الآخرين. هذا هو الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أو يعمل من أجله الباحث. وبالتأكيد هناك أشياء أخرى، حاجات شخصية، نحتاج مال، أحتاج بيت، أحتاج سيارة، وما في ضرر أنه أنا أستخدم البحث العلمي للحصول على المال، لكن بالنهاية ليس المال هو همي، ليس هو غايتي. لذلك المسؤولية المجتمعية على الباحث هو كيف تنهض بأبناء بلدك وأبناء جلدتك للتنافس مع الآخرين، لأن يكون لكم مكان مع الآخرين. كيف تقوم بجلب ما هو أحدث وما هو الأفضل لأبناء بلدك؟ هذا هو دور الباحث أو مسؤولية الباحث الاجتماعي. إذا استطعنا أن نزرع هذه العقيدة في أذهان الباحثين فبالتأكيد سيكون هناك إنجاز رائع من هؤلاء الباحثين تجاه المجتمع. والله أنا كما قلت لك تكلمنا عن منصة أريد كثير هذا اليوم. منصة أريد حقيقة أنا أرى أنه منصة أريد يمكن أن تكون القناة التي توصل أو القناة التواصلية للمؤسسات البحثية والأكاديمية في العالم العربي والإسلامي الناطق باللغة العربية، قادرة على أن تقوم بهذا العمل. ولو وفرت لها الإمكانيات المادية لا قامت منصة أريد بيعني أعمال رائدة وتطوير ضخم جدا للمؤسسات البحثية والأكاديمية. لذلك أنا أدعو كل من له إمكانية وكل من له قدرة أن يدعم هذه المنصة بما يستطيع، خصوصا من الناحية المادية، من غير أن يشترط السيطرة على المنصة، لأن المنصة أولا هي غير ربحية، ثانيا هي ليست موجهة إلى جهة فئة معينة، وليست تابعة إلى دولة معينة، وليست تابعة إلى جهة سياسية أو جهة دينية أو جهة فكرية أو جهة حزبية معينة. هي مؤسسة غايتها تطوير الجانب الأكاديمي والبحثي للناطقين باللغة العربية. وبالتالي منصة مثل هذه مجردة أكاديمية بحتة، علمية بحتة، بحثية بحتة، ليست تابعة لأي حزب أو مجلس، جديرة بأن تدعم. لذلك أنا أدعو كل من له قدرة على الدعم أن يقوم بدعم هذه المنصة، يعتبرها جزء من الزكاة التي يقدمها لهذه الأمة من أجل النهوض بهذه الأمة. إذا دعمنا المنصة فالمنصة قادرة على القيام بهذا العمل. والله تعالى جزاك الله حياك.